خليكي خليكي يا حبيبتي خليكي، انا وامها صحيهم يا شيخ. مش مصدقني ولا ايه؟ لا خليكي انت، انت مش هتعرف تكمل النوم لما تصحى. خلاص بقى مش يعني متمسكيش، هصحيهم انا وخلاص. قولي لي بس اعمل لهم فطار ايه ولا اعمل ايه ولا النبي انت راجل جميل، انزل المطبخ تحت هتلاقي صينيه محضره فيها كل حاجه. بس النبي سخن اللبن عشان ما بيحبوش اللبن بارد قبل ما تحطه على الكورن فليكس. مش عارف ما تخافش، اخر يوم يا روحي. جينا خلاص جايه من اجازه. جينا اسماء جينا هانم يا اختي، ده احنا اللي بنشتغل عندها دي بتضرب بالدولار. مش انت اللي جبتها لنا؟ فشخره بقى، ما انا عيب عبيط. معلش يا كوكي، كوكي يلا اصحى بقى، يلا الساعة بقت 7. حاضر بس يا كوكي. شوية شوية ايه؟ لا يا حبيبي، انت فاكرني ادلع زي مامي؟ ده انا بدلع اكتر من مامي. طب انت عارف بقى ان محمد صلاح خد بلاير اوف ذا ويك؟ بجد؟ ايوه. بس انا مش عارف اعمل ايه عشان اكون زي محمد صلاح. عارف لازم تعمل ايه؟ لازم تاكل كويس وتنام كويس وتتمرن كويس قوي عشان تبقى سريع وتجيب جولز. يلا قوم بقى، يلا قوم بقى عشان لسه صاحي اختك. طيب بس انا زعلان عشان انت يا بوبي وعدتني هتوديني ليفربول اكاديمي. انت زعلان؟ طب وانت مين قال لك ان انا مش هوديك ليفربول؟ انا خدت ميعاد بكره هنروح الساعه 6. بجد؟ ار يو سيريس؟ ام سيريس. اوبا بس قوي قوي يا بوبي. ما اقدرش اقول لك يا تامر انا بحبك ولا لا، بس بصراحه لسه مش حاسه. طب خلينا لما اجي المدرسة نتكلم. لا اوعدك في البريك هنتكلم. ديدي ديدي دينا اصحي يا حبيبتي يلا. جود مورنينج. جود ربي ازيك؟ جود مورنينج. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يا حبيبتي انت فين؟ ايه الصوت ده؟ الو. ايه صوت موبايل؟ مش سامع، مش عارف. موبايلك فين؟ الو. كنت سايباه تحت. الو. كان ألو. تحت المخد. الو. طب هاتي نطلع صوت كده. خلينا على حديقه. حد بيكلمك ولا ايه؟ لا مش عارفه بوبي. الو الو. ايه ده؟ الو. ده الموبايل اتصل بحد وانا نايمه غصب عني. يا لهوي انا مكسوفه قوي. هي مامي نايمه؟ مامي نايمه. اوكي طب يلا يلا قومي افطري ولبسي وزيعي. حاضر. الواد مشي وخلاص راح المدرسة. فطرتهم ايه؟ انت ايه اللي من الكيو صحيح؟ يعني انت بتعصبيني ولا ايه؟ وانت زعلان عشان ما نمتش؟ طبعا انا صحيت انا وعملت مجهود وافطار وبتاع في الاخر صحيتي. مش مشكلة انا ممكن اصالحك. بونجو يا هانم. كنت فين؟ عماله اكلمك من امبارح ما بترديش. معلش يا حبيبتي نمت من 11 والله. وبعدين بقى جالي ثانيه واحده. جه استاذ عمر وش الفجر. لا وكمان متعور في كتفه تعويره غريبه قوي. متعور من ايه؟ متعور ازاي يعني؟ مفيش، هو بيقول ان كان في حرامي هو بيجري وراه فتعور. بس بيني وبينك انا شاكه في الموضوع ده، وانه مش حرامي ولا حاجه، وان دي اصلا خربوشه ست مفروسه منه. يخرب بيت دماغك، ست ايه ونيلة ايه؟ يا بنتي جوزك بيشتغل ظابط، يعني وارد يتخانق او يتعور او الكلام ده. ولا لو كنتي متجوزه دكتور تجميل ولا دكتور امراض نساء كنتي عملتي ايه؟ شكيكه مش عارفه بقى. يلا مش مهم. قولي بونجور يا حبيبي. صباح الفل يا حبيبتي. كلمي مين على الصبح كده؟ مفيش، دي هاني.
صباح الفل يا هانيا. هاي، ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ صباح الفل. ايه، احنا النهارده مع بعض بالليل ولا ايه؟ بالليل؟ انت قصدك على حفله شهناز؟ طبعا يا حبيبي، جايين ان شاء الله. طيب يا حبيبتي، هبقى اكلمك تاني بقى. ماشي يا حبيبي، يلا تليفون. باي باي باي. بقول لك يا هاني سعيد، في موضوع مضايقني كده عايز اتكلم معاكي فيه. موضوع ايه؟ مفيش، الصبح وانا بصحي الولاد دخلت على دينا لقيتها متبرجله كده اول ما شافتني، وبعدين سمعت صوت في تليفونها. بقول لها حبيبتي انت معاكي تليفون ولا حاجه؟ قالت لي لا يا بابي، وقعدت تغلوش كده وبتاع. وبعدين سمعت الصوت تاني، فقلت لها بنتي ردي على اللي بتكلميني ده. قالت لي لا يا بابي، وقعدت تقول لي ده انا تلاقيني اتصلت غلط ولا نايمه ولا دوست على الزرار غلط ولا بتاع. المهم سبتها يعني. طب وايه المشكله؟ بنتك دلوقتي عندها 15 سنة، وطبيعي جدا ان يكون عندها اصحاب ولاد وبتكلموا، ولا انت شاكك ان في حد معين؟ لا، مشاكل ان في حد معين طبعا، انا بس ما رضيتش اتكلم معاها لاني اكيد مش عارف اتصرف معاها زي ما انت هتتصرفي، فشوفي ايه الموضوع ده. حاضر، هتكلم معاها. ماشي. دي موبايلك والنبي اعمل تليفون بس عشان موبايلي بتشحن. لا، انا موبايلي فاصل شحن، ما شحنتوش اصلا، هبقى اشحن. طيب اوكي، واجيب موبايلي من بره. بقول لك ايه صحيح؟ ها، ما تنسيش النهارده عيد ميلاد شهناز. ها، ما انا كنت دلوقتي بكلم لبنى وعمر وقالوا لي خلاص هنتقابل النهارده بالليل. اوكي اوكي. لينا كبرت، ها، عايزين نركز معاها شويه. ما تقلقش. مدام، good afternoon. Good afternoon. دينا and كريم قوم خلاص. ليه ساكن؟ ثلاثة مدام. يا نهار أبيض، أنا نمت كل ده. طب حضري لهم الغداء بسرعة. أوكي مدام. كويكلي، يلا جينا. أوكي أوكي. شيخه حرام عليكي، عينيكي 24 ساعه وشك في الموبايل. وانت مين اللي جاب لك البتاع ده؟ ليه يا مامي؟ انا بشرب. جينا. يس. تيكت. لما تكون عطشان تشرب ميه، فريد جوس. اوكي اوكي. دينا هاتي الموبايل. ليه يا مامي؟ بقولك هاتي الموبايل. ليه؟ اسمعي الكلام، هاتي الموبايل. ليه يا مامي الرزاله دي؟ هاتي الموبايل. لما اقول كلمه تسمعيها. طب انا بقى المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ اتسلى في ايه انا؟ ولا اتفرج على فيلم العالمي للمره المية بعد المليون؟ ولا اقوم اضربه طيب؟ ولا اعمل ايه؟ تصدق عندها حق، مش معقوله كل ما نقعد معاك نتفرج على نفس الفيلم. اتفرج على حاجه تانية. حفظناه خلاص. لا ما حفظتهوش. لا حفظناه، اوريك حاجه.
انت كل يوم كده تيجي وش الصبح خشي نامي يا وليه. لا مش انا اللي ما اعرف انت كنت فين. اسكتي. ايه ريحه بقك دي؟ انت شارب؟ عرفت بقى الله استاكل ولا لسه؟ طب يلا اطلع عشان تغسل سنان. هو محمد صلاح بيغسل سنانه بعد الاكل؟ اه طبعا. لا مش شور. مش مهم، المهم ان كريم محمد بيغسل سنانه بعد الاكل. يلا بسرعه. وانت يا دينا اسبقيني فوق على اوضتك عشان عايزاكي، هكلم باباكي واطلع لك. طب والموبايل؟ مفيش موبايل. الو. ايوه هاني. ايوه محمد انت فين؟ رابع مره بكلمك ما بتردش ليه؟ معلش يا حبيبتي لسه نازل من ميتنج وجايلي كام تليفون كده. طب فين السواق اللي انت قلت لي هيجي النهارده؟ ايه ده هو لسه ما جاش ولا ايه؟ هتلاقيه داخل عليكي اكيد دلوقتي. ما هو محدش جه، هو فين؟ مدام في واحد سواق جديد جاي بره. اه خلاص يا محمد اهو جه، يلا باي. طب يلا حبيبتي انا داخل على البيت. اوكي يا حبيبي مستنيك، باي. انت اسمك عامر مش كده؟ اه يا فندم عامر. اه كنت بتشتغل فين يا عامر؟ كنت بشتغل عند اللي هو نادر سراج الدين والمدام بتاعته. وانت اللي مشيت ولا هم اللي مشوك؟ زي ما تقولي حضرتك كده، المرتب كان ضعيف وكنت بشتغل 12 ساعه. بص يا عامر، انا اهم حاجه عندي الاولاد. انا شخصيا ما بنزلش كتير وممكن انزل اسوق عربيتي عادي، بس الاولاد مهمين عندي. مدارسهم هتوديهم وترجعهم، عندهم تمارين وعندهم دروس، دي اهم حاجه. واظن دلوقتي انت اتفقت خلاص مع محمد على المرتب مش كده؟ حاصل يا مدام. مظبوط. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا معلم الباشا. أخبارك إيه؟ إزيك يا عامر عامل إيه؟ إزي حضرتك يا معلم الباشا الله يخليك. بقول لك يا عامر أنت جاهز تبتدي شغل من النهارده؟ ده أنا شرف لي اللي جابوني حالا يا فندم. طيب يا عامر هتطلع بره الأمن هيدوك مفتاح العربية تبدأ شغل من دلوقتي. تمام تمام، تمرني بأي حاجة يا معلم الباشا؟ شكرا. السلام عليكم يا باشا. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ عامر، كوباية شاي في التمام. حبيبي يا عم جابر تسلم لي. ألف أنا وشفا. قول لي يا استاذ عامر انت منين؟ انا من القاهره من الحدايق، حدايق القبه. لما جيت بقى اتنقلت على عيني واتجوزت خدت شقه في حدايق الاهرام. الله، ده انت جاوي حدايق بقى. طب انت تعرف ان الكوباوند ده اسمه جاردنز حدايق برضه بس بالانجليزي؟ بعدين هي الحقيقه ايه غير شويه صدف، صدفه لطيفه وصدفه بايخه. ربنا ما يجيب بواخي ابدا. قول لي عم جابر، انت بقالك قد ايه شغال مع الناس دي؟ انا شغال هنا بقالي 6 سنين، ناس طيبين قوي احسن من غيرهم كتير. مدام هانيه ست طيبه قوي مفيش زيها، ومحمد بيه راجل محترم بصحيح، والده اللي هو عز الدين نصار. طبعا اطلب كده منه اي خدمه ما يتاخرش ابدا، ناس كمل بصحيح. هنشوف. اللي اقول لي يا استاذ عامر، هي البتاع اللي اسمها جاردز دي حدايق فعلا؟ اه والله العظيم، والناس اسمها بيبلز. افتح لك في الانجليزي. صدق كانت مفاجاه بالنسبه لي. جاردنز؟ لا بيبلز. يعني افهم من كلامك ده ان انت مش عايزاني يكون ليا اصحاب ولاد تاني؟ طب مدخلاني مدرسه ميكس ليه بقى من الاول؟ ما كنت دخلتيني مدرسه بنات بس. انا ما قلتش كده. هو انت غبيه ولا بتستهبلي؟ انا بقول ان علاقتك بالولاد لازم تبقى بحساب، لان كبرتي خلاص. ده فجاه يعني بعد 11 سنه بلعب معاهم وبقعد معاهم بعمل معاهم كل حاجه؟ سوري يا جماعه انا كبرت وبقيت نيرد. فاهمه صح كده يا مامي؟ لا مش فاهمه صح. ما قلتكيش ان انت تبقي غريبه الادوار ولا نيرد. انا بقول لك يا حبيبتي انت كبرتي، لازم يكون في سبيس ما بينك وما بين اصحابك الولاد، مسافه اسمها مسافه احترام. سواء بقى كان الولاد دول اخواتك ولا اصحابك ولا زمايلك، دي مش مشكلتي. يعني انت دلوقتي وانت بتقعدي مع اصحابك الولاد بتتكلموا في نفس المواضيع هي اللي كنتوا بتتكلموا فيها زمان؟ لا طبعا، بنتكلم في مواضيع تانية خالص. تحبي تعرفي ايه هي؟ لا مش عايزه اعرف ايه هي، لاني عارفه كل حاجه عنك. اوعى تفتكري انها مش دريانه، بس انا حبيت اقول لك دلوقتي عشان بعد كده هيكون ليا تصرف تاني. اديني حذرتك. انت فاهمه؟ وادي تليفونك، وكفايه قاعده على التليفون. وانت كده بقى عارفه فعلا هي بتعمل ايه؟ لا طبعا ولا اعرف حاجه، بس كان لازم اقولها كده عشان تخاف. انا بصراحه ما كنتش نفسي تعملي كده خالص. زمانها دلوقتي خايفه منك وهي اصلا كانت خايفه مني. انا كنت عايزك تاخديها على الهادي كده عشان نعرف الموضوع ايه ونعرف نحله. لا طبعا الاسلوب ده طبعا مش هيجيب نتيجه. اولا هتحكي اللي هي عايزاه وتخبي اللي هي عايزاه. انا شايفه انها تخاف مننا احسن، زي ما بيقولوا الجمله سيد الاخلاق. يا حبيبي انت مخلف بنت، عارف يعني ايه بتربي بنت؟ مش عارف بقى، يمكن انت صح بس ممكن ابقى صح انا كمان. بس جربي الموضوع اللي بقولك عليه ده. ما اظنش انه هيجيب نتيجه. ماشي. دي اغنيتنا. شفتي ده فين عليها بالظبط؟ ها هلو هلو.
حياتي بيتي مواعيد. دنيا اخبارك ايه؟ اخبارك؟ سمعتوا دخلنا على الاغنيه بتاعتنا سامعين؟ ايوه ايوه بقى النهارده النوستالجيا نايت ولعوها بقى. ها؟ نفس الناس نفس الحوارات. امال شغلك ايه؟ تمام مسكت رئيس مباحث القسم عندكم. ابسط يا عم. يا راجل طب الف مبروك. ربنا يستر بقى الشغل كلها ما تسرقش عندنا في الكتب. ايوه بقى ايوه بقى اصحابي النجوم وحشتوني. محمد ازيك؟ ازيك انسان طيبه. وانت طيب. انسان طيبه حياتي. وانت طيبه حياتي. يلا باي باي بقى ارجع لكم تاني. طيب والله العظيم طيب. صدق عندك حق فعلا. اتش هشام تعال احنار. استنى اللي انت عامله ده المصحف بنسى يا جدعان. معلش يا حبيبتي جوزي متخلف مني وده حبيبي. اسف بس يا جماعه بس. ها عمرينا اتش ازيك؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ وحشتك. ايه فينك؟ موجود بس بعمل فيلم جديد وبدور على البطل. ها هاي لبنى ازيك؟ هاي ازيك؟ ازيك يا هاني؟ انا تمام الحمد لله. ازيك يا هشام؟ شربي حاجه روحي. لا يا هاني مش قادره دلوقتي ممكن نستنى شويه بس. طيب وانت يا لبنى مش ناويه تمثلي بقى ولا ايه؟ انا امثل؟ انا مالي ومال الموضوع ده اصلا. ثانيه واحده اتكلم مع مراتك ايه يا راجل يا ديب؟ والله انا غلبان يا ابني غلبان بجد. اه طب بلاش لبنى. وانت يا هاني؟ انا ايه؟ مش ناويه بقى؟ مش فاهمه مش ناويه على ايه؟ مش ناوية بقى توصلي للحلم اللي كنت بتحلمي بيه طول عمرك؟ هو ايه بقى؟ تمثيل طبعا. هانيا طول عمرها فيري تالنتد وكان نفسها تمثل. لا هانيا بطلت تحلم ما تفكرش في حاجات تافهه دي. زي محمد قال الموضوع خالص مش موجود في دماغي. اوكي جوي. اقسم بالله العظيم انا ماسك نفسي بالعافيه. هو هشام ماله بقى من ساعه ما بقى مخرج مشهور كده وهو بقى تاني جدا؟ شفته كان بيسلم ازاي؟ عجيب. انت ايه اللي خليك تنده؟ ايه اللي خليك تنده عليه اصلا؟ انا بنسى خالص انه كان خاطب هاني قبل كده. بس بصراحه هو سخيف. محمد معاه حق. انا لو مكانه كنت هولع فيه. طيب نشوف حاجه ولا ايه؟ عايز اشوف بقى. طب بص على ايه؟ مين دي؟ معرفش. مين دي؟ قصدك انا مين؟ البنت اللي قاعده هناك دي. بنت ايه؟ قصدك دي اللي لابسه الازرق دي؟ طب والله كويس. اللي لابسه الزفت على دماغك. دراعي هولي ما تهتمي نفسك في ايه؟ قلت لك ما اعرفهاش. لا تعرفها. لا ما اعرفهاش. انت عايزه ايه؟ عايزه امشي. اتفضلي. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه انتوا هم رايحين فين؟ وكله بسببك. انا انت عارفه كويس قوي ان اللي عملتيه ده كان اوفر. يا سلام. يعني انا اللي عملته اوفر واللي هي عملته بالنسبه لك عادي؟ تيجي بتقولي هي يعني انا ما عملتش حاجه وبعدين هنسيب موضوع خطيبك القديم ونتكلم عليها هي؟ وانا ايه علاقتي بيه؟ ده من ساعه ما قعد وانا ما اتكلمتش معاه ولا كلمه. ولو كنت اعرف اصلا ان هو جاي ما كنتش رحت. هي اصلا خروجه زي الزفت. يا ريتنا ما خرجنا. وبعدين يعني بجد انا عوسرود معاها وده كان من حقها وهي كمان شي وسرود معايا بس مش اكتر. انا بس كل اللي انا بقوله لك ان فعلا طول ما هما موجودين في البيت احنا مش هينفع نكون بنتكلم. بس واديهم هم مش موجودين في البيت وبقالنا ساعتين لحد ما ودني سخنت. بقول لك ايه؟ اقفل دلوقتي بسرعه بوبي مامي جم. وانت رايح فين؟ طمن على الولاد.
بيشوفي بقى موضوع بنتك عشان انا لحد دلوقتي مش عايزه اتدخل. حاضر. هو انت هتفضل تكلمني كده من تحت درسك كتير؟ على فكره بقى من حق غير عليك، عادي مراتك. وانا اعتقد ان انت عارفاني كويس وعارفه ان انا ماليش في الهبل ده. يعني انت يا محمد مالكش علاقه بالبنت دي خالص؟ اه ماليش علاقه. امال هي كانت بتعمل كده ليه؟ وانا مش عرفني يعني سكرانه ولا متنيله على عينها؟ انا مالي؟ انا بصراحه مش مصدق ان انت ممكن تشكي فيا. طب انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. الصبح هشام بعت لي مسج على الواتساب. ايه؟ بعت لك ايه؟ ولا حاجه. قال لي ان هو داخل فيلم جديد وكده. فيلم جديد؟ ورديتي؟ لا طبعا ما ردتش. حصل امتى الكلام ده بتقولي؟ ما قلت لك الصبح. الصبح؟ وبتقولي دلوقتي؟ كريم محمد انت الصبح اصلا نزلت ورحت على الشغل ورجعت قعدت تكلمني على موضوع بنتك وكنت مستعجل ولابس ويلا البسي بسرعه عشان انا خلاص زهقت وهقلع. نزلنا ورحنا لعيد ميلاد واتخانقنا وادينا قاعدين اهو. فرقت ايه بقى دلوقتي من الصبح لبالليل؟ فرقت. تمام. وانت بتفتش في تليفوني يا محمد؟ انت ليه ماسحه الشات اللي بينك وبين هشام الجمال؟ مسحت ايه وزفت ايه؟ وبعدين هو الطبيعي ان انت تاخد تليفوني من جنبي وانا نايمه وتقعد تفتش فيه؟ اه ولقيت ايه بقى؟ اه لقيت ايه؟ لقيتك ماسحه الشات اللي بينك وبين خطيبك القديم، انت شايفه ان ده عادي ولا ايه؟ اه ده انت بتقلب الترابيزه بقى، هنقعد نفكر في الشات اللي اتمسح وننسى الهنم اللي كانت عماله تلحق طول الليل. هنم ايه وزفت ايه؟ انت بتقارني ايه بايه؟ دي واحده ما اعرفهاش، لكن ده واحد كان خطيبك. اوعي. استنى هنا. على فكره اللي انت بتفكر فيه ده غلط، وانا ماسحه الشات من اول ما بعته عشان ما كنتش ناوي اقول لك على اي حاجه خالص ولا افتح معاك الموضوع، بس بعد ما قابلنا هشام امبارح وحصل اللي حصل قلت اقول لك عشان ما اكذبش عليك، لكن كونك تجيب تليفوني وتفتش فيه من ورايا معناها ان انت ما تصدقنيش ولا بتثق فيا. ايه بقى الموضوع؟ ايه بقى الموضوع؟ اه مش عايز تعرفي ايه الموضوع؟ اه الموضوع يا ست هانم ان انا عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك، وطول عمري بتقي فيكي ربنا، انت واولادنا. فما ينفعش ان انا احس ان في حاجه بتحصل من ورا ظهري. بصي يا هانم فكري كويس قوي، لو في اي حاجه انت مخبيها عليا لازم تقوليها لي. افكر في ايه ومخبيه عليك ايه؟ كرا ايه محمد؟ وانت ليه محسسني ان انت قفشتني مع واحد تاني كاني بخونه؟ امال انت بتسمي ده ايه؟ انت بتسمي ده ايه؟ ها؟ ده واحد كان الاكس بتاعك وكان في بينكوا تشات قلت ماشي، لكن تتمسح يبقى في حاجه غلط. في ايه يا محمد؟ اهدى شويه. في ايه؟ مفيش حاجه يا عم، يا سيبيني دلوقتي انا هنزل اروح الشغل. لا عشان خاطري وحياتي عندي ممكن كده شويه. احنا عمرنا ما كنا بنتكلم مع بعض بالشكل ده. معلش انا عارفه اني غلطان. لما ترجع نبقى نتكلم. لما تشوف انا مستنيك. اه بس مش هنسى برضه اني هكلمك في موضوع البنت بتاع امبارح. اتفضل. قلت لك لما نتكلم لما ترجع من الشغل. وبعد عن نفسك بقى النهارده كده واهدى وارجع البيت تاني شويه. وانا بقى مش هاهدى يا اندي. ماشي حلو قوي، خليك زي ما انت متعصب ونكمل. الو الو يا محمد. الو الو. ايوه مين حضرتك؟ صاحب التليفون ده عربيه خبطته وجريت دلوقتي. انت مين انت اصلا؟ لا اله الا الله. راجل مات. الو اديني محمد. لا اله الا الله. راجل مات يا جماعه. يا عز بيه اكرام الميت دفنه، وبعدين محمد ابني زي ما هو ابنك.
يعني كان معقول هنسيبه في التلاجة لحد حضرتك ما تيجي من ابو ظبي؟ اعمامه وخلانه موجودين. اطمن انا موجودة كأني انا موجودة بالظبط. انا شايفة ان انا عملت الصح. لا حول ولا قوة الا بالله. كريم 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 جينا لازمي. كريم you must change your clothes and wear your pajamas. لا مش عايزة اغير. ايه يا ابني عامل دوشة كده ليه؟ اوعى تقولي اشغلك الفيلم بتاعك. لا مش عايز فيلم. امال انت عايز ايه؟ تعرفي فين مامي؟ جينا هي مامي مش في اوضتها؟ No, she's not here. Okay, you can go now. انت بقى ايه مشكلتك؟ مشكلتي اللي انا عايزه اكلم بابي. ممكن تكلميه؟ انت مالك يا ابني مزعج كده ليه النهارده؟ اقول لك حاجه، روح اتفرج على الجولز بتاعت محمد صلاح. لا النهارده بابي يوديني ليفربول اكاديمي. بليز كلميه. انا عارفه انك هتخنقني. خد امسك. بابي قفل موبايله. شد حيلك يا عم. انت عارفه ان انا ولبنى زي اخواتك واكتر، هتلاقينا دايما جنبك في اي وقت. ما تسيبيهاش. يلا يا حبيبتي يلا يلا. عيطي يا حبيبتي، ما تكتميش دموعك، وحشه عشانك كده. ما تفهميها. معلش يا طنط سيبيها على راحتها، ربنا واحد عايم بيها يصبرها. دينا هانيا، دينا بتتصل، تحبي ارد عليها؟ متأكدة؟ معايا دينا. الو يا ماما، انا كريم، انت فين؟ لا يا حبيبي انا في مشوار وراجع على طول. طيب انا عايز اكلم بابي، موبايلي مقفول. النهارده يوديني ليفربول اكاديمي. I'm so excited. لا يا حبيبي بابا مشغول، مش هيعرف يرد عليك دلوقتي. اما اخلص انا عشان انا مشغوله هبقى ارجع اكلمك. يلا يا كريم يلا. يلا 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 يلا. خلصي ارتاحي انتي، انا هطلع اقول لها، انا عايزه اتكلم معاها. انا هستناكي في اوضتك، مش هقدر اشوف دينا في الموقف ده. طيب انتي كويسه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. طيب. انتي اللي كويسه يا حبيبتي. الحمد لله. طيب. الحمد لله يا حبيبتي. تعالي ربنا يقويكي يا حبيبتي. في ايه يا مامي؟ تيتا حصل لها حاجه؟ لا يا حبيبتي تيتا كويسه الحمد لله. امال في ايه؟ مالك؟ بصي بصي يا دينا، الموت علينا حق والكل اجل انكتاب. فاكره زمان وانت صغيره لما كنت بتساليني على جده واقول لك جده عند ربنا؟ اه فاكره. احنا كلنا هنروح عند ربنا، على فكرة ده أجمل مكان. بس ربنا بقى هو اللي بيحدد ميعاد الموت، وبيحدد ميعاد الرزق، وبيحدد ميعاد الجواز. في إيه يا ماما؟ قلقتيني. النهاردة ربنا اختار باباكي وحدد ميعاده.
لا انت تقوليني بوبي مات؟ لا انت اكيد مش تقوليني بوبي مات. انت اكيد مش تقوليني بوبي مات. اكيد بوبي ما مات. قولي لي اي حاجة تانية عشان خاطري ساعديني. لا 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 اكيد بوبي مات. عشان خاطري ساعديني بس يا ماما بس. ماما تعالي كان حاسس ان هو هيموت بدري. كان دايما بيقول كده، ساعات بيظهر وساعات بجد. بس انتي عارفه ايه اللي حرق قلبي؟ هو مش مسببني، هو زعلان مني. كان لازم اصالحه، كان لازم اطمنه اكتر من كده. حبيبتي ما تلومش نفسك على الحاجات دي، ما عملتيهاش. انت عارفه يا ربنا محمد انسان كويس قوي. انا عمري ما كنت احلم اني الاقي شخص زي راجل بجد. كان بالنسبه لي كل حاجه، أبويا وأخويا وابني حبي. أنا مش هشوف أحمد تاني. حسيت مفوق منه. هنيا 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 حبيبتي ايه؟ تهدي بقى، الناس دلوقتي زمانها جايه عشان تعزيك. يلا حبيبتي امسلي وشي كده وفوقي. ها مامي مامي. اي حبيبي البس وعملت كل حاجة يا مامي. ممكن تكلمي بوبي تقولي له يجي بسرعة عشان معادي ليفربول أكاديمي. حبيبي بوبي اضطر ان هو يسافر، عنده شغل. او ماي جاد، طب ممكن أكلمه؟ ما هو دلوقتي حبيبي في الطيارة واحنا مش هنعرف نكلمه وهو في الطيارة. تعال تعال حبيبي، انت زي القمر. يلا روح بقى، روح على اوضتك وسيبني عشان انا قاعده مطنط. يلا يلا بقى اغسلي وشك. الناس جاي. الحمد لله. بقاء لله. شدي حيلك. فاكريني انا يارا؟ شدي حيلك. الموضوع يا ست هانم ان انا عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك، وطول عمري بتقي فيكي ربنا، انتي وولادنا. فما ينفعش ان انا احس ان في حاجه بتحصل من بره ده. Thank you.
محمد، بس انا شايفه مبلغ كبير، احنا ظروفنا اليومين دول يعني مش قوي. لا ما عشان مبلغ التامين يبقى محترم بالنسبه للاستبعادي. وبعدين بيني وبينك انا استريحت نفسيا من ساعه ما عملت كده، حسيت ان انا امنت مستقبلك انت والولاد. عشان لو جرى لي حاجه وبتاع هتشغل عليك. المهم كل حاجه ليها علاقه بينا، ورقنا وحاجتنا وفلوسنا موجوده على اللابتوب، وفي نسخه اصليه في المكتب. حبيبي ربنا يخليك لنا. الو، عايشه يا ناس؟ لا يا حبيبتي انا كويسه. والله كويسه، معلش انا بتصل في وقت متاخر. لا ابدا، انا كنت عايزه اجي بس تعدي عليا بكره عشان عايزه اجي في موضوع. ممكن؟ اوكي هستناك. يلا بس شهناز. مين ليلى المغربي؟ ليلى المغربي دي صاحبتي بس مش قوي، بتشتغل في الاعلانات، واللي عرفني بتشتغل بره مصر، وبعدين عرفتها في السهرات وكده. يعني انا كنت فاهمه انك تعرفيها كويس قوي. لا انا ما اعرفهاش خالص، انا ما شفتهاش غير يوم عيد ميلادك. غريبه قوي، بس كانت كلمتني امبارح وقالت لي ان عايزين نتقابل سوا عشان تيجي العزا، فقلت اكيد عارفاكوا كويس. طيب شهناز انت ما تعرفيش عنها اي تفاصيل تانيه يعني اكتر عن حياتها؟ لا خالص. هو في ايه؟ هاتي اللابتوب. هاتي. ممكن تقولي لي اي تفسير البوست اللي هي كاتباه عند محمد ده؟ اللي هي كاتباه ده غريبه قوي. لا انا ما اعرفش ايه علاقتها بمحمد خالص. وبعدين هي خلي بالك هي مش صاحبتي الانتيم، يعني احنا كنا بنتقابل صدفه وما اعرفش حاجه عن حياتها قوي، بس انا ممكن اكلمها افهم منها. لا انا مش عايزاكي تكلميها، انا كل طالبه منك بس ان انت تبعتيه رقمها انا هكلمها. ممكن؟ حاضر حبيبتي طبعا، هبعتهولك على الواتساب. ماشي اوكي، ميرسي يا حبيبتي. قلبي معاكي يا هانيا، انا مش عارفه ايه الموضوع الغريب ده. انا مضطره اسيبكم، انا عندي شغل. معلش. لا خالص مفيش حاجه، كتر خيرك، ميرسي انك جيتي. لو عصتيني في حاجه بكلميني. حاضر، وانا هبقى اكلمك اطمن عليكي. باي باي. لو. باي. طيب انتي بتعملي ايه دلوقتي؟ انتي بتكلميها؟ هكلمها يا حبيبتي. طب ممكن تهدي شويه بس نفكر هنقول لها ايه؟ يا هانيا دي ما بتردش على التليفون، بس جازمه قوي البنت دي.
انا ما شفتش حد بيجح كده. انت فاهمه ايه اللي بتعمله البت دي؟ دي واحده بتشوه سمعه جوزي قبل ما جدته تبرد. ليه؟ مش فاهمه. سوري حبايبي معلش. بقول لك ايه؟ في هشام الجمال عايز يشوفك. انا قلت لجابر يقوله انك تعبانه بس هو مصمم يشوفك. بيقول اللي عايزك في حاجه مهمه. هيكون عايزني في ايه مهمه؟ عادي ممكن يكون عايز يعزي بس ايه ضروري في كده برضو؟ معلش روحي قبليه وخلاص. طب بصي يا لبنى معلش طلبه منك خدمه. اطلعي اوضتي فوق افتحي الدولاب هتلاقي صوره كبيره لمحمد من الدروزه نزليها لي على المكتب لو سمحتي. وانت يا ماما ما تدخليهوليش على المكتب غير لما لبنى تجيب لي الصوره. ماشي؟ حاضر يا حبيبتي. البقاء لله. شدي حيلك. دوام لله. ميرسي يا هشام. انا عارف ان الظرف صعب ولما سالت عليكي قالوا لي انك تعبانه ومتوتره وطبعا ده شيء عادي في ظرف زي ده بس انا هنا بحكم العشره الطويله اللي بيني وبينك وبحكم حب ليكي اللي ما اتغيرش لغايه دلوقتي واللي خلاني مش قادر استنى ولا ثانيه عشان اجي قبلك واقعد معاكي. هو في ايه بالظبط يا هشام؟ ما تتفضل حضرتك تتكلم في الموضوع اللي انت جاي عشانه وانت بنفسك بتقول ان الظرف صعب. حضرتي ماشي اوكي. بصي انا عارف انه صعب بس الموقف اللي انا فيه اصعب. انا هتكلم معاكي على طول في الموضوع. انا اكتشفت امبارح ان انت عايشه في كدبه كبيره بقالك فتره طويله. انا مش فاهمه تقصد ايه. طبعا انت عارفه ان جوزك محمد الله يرحمه كان راجل مخلص ملوش علاقات ما عرفش حد كتير الحاجات دي يعني. بس الحقيقه مش كده. الحقيقه ان محمد كان ليه علاقه بواحده ست تانيه وكان بيحبها وهيتجوزها. ايوه انت تعرف الست دي؟ واحده اسمها ليلى. ليلى المغربي. امبارح وانا على الفيسبوك لقيت واحده منزله بوست غريب قوي تحسي منه ان هي على علاقه قويه بمحمد. لقيت بالصدفة واحد كومن فريند ما بيني وما بينها فسألته وفعلا أكد لي إن هما كانوا على علاقة قوية جدا لمدة سنة. يعني من الآخر كده أنا مش عايزك تبوظي حياتك وتنكدي على نفسك وتعيشي مأساة مش بتاعتك. سوري يعني عشان خاطر واحد ما كانش مخلص قوي. على فكرة أنا ممكن أوريك البوست. لا مش محتاجة أشوفه واعرف كل كبيرة وصغيرة عن جوزي. خلصت كده ولا لسه في حاجة؟ لا يعني تقريبا انا خلصت بس انا كنت عايز اقولك. خلصت كلامك ولا لا؟ خلصت. اتفضل اطلع بره. هاني انا في بيتي. لا انت في بيت محمد عز الدين اللي انت جاي دلوقتي تشوه سمعته وهو لسه معايا. اتفضل اطلع بره يا هشام. في ايه يعني؟ ماما لو سمحتي مش عايزه حد غريب في البيت ده. هاني طب يا لبنى ارديكي كده يا طن. عموما انا عارف ان هي هتفهم ان انا كنت هنا عشان مصلحتها وساعتها هتندم على عمليته معايا. لو سمحتي يا هشام امشي دلوقتي وبلاش احراج اكتر من كده. لبنى وصلي هشام. سوري ما كانش قصدي. ثانية واحدة كنت عايز هاي. أنا ليلى المغربي فوتوغرافر وموديل. أنا محمد عز الدين. وأنت بتعمل إيه؟ يعني بتشتغل إيه؟ مش فاهم حضرتك بتسألني ليه؟ يعني زي ما قلت لك كده إن أنا فوتوغرافر وكان عندي كامبين إعلانات كده مع شركة إنجليزي فكنت بدور على وش كده زي وشك بالظبط. حاجة كده ميكس ما بين الغربي والشرقي هانسم كده وسكسي وطول بعرض
حاجه كده زيك بالظبط يعني. سوري ثانية واحدة هرد على التليفون ده واجي لك على طول، اوكي؟ الو ايوه في ايه؟ طب اوكي هرجع اكلمك بعدين. اوكي. ايوه خير. في ايه؟ انا عارفه كويس مين معايا. خير بقى. انا عايزه اعرف ايه حكايتك بالظبط؟ انت ليه عماله تتكلمي عن جوزي كانك كنت تعرفيه قبل كده او في علاقه ما بينكم؟ ليه عايزه تشوهي سمعته وهو اصلا مش موجود عشان يدافع عن نفسه؟ ليه عايزه تضري سمعته؟ اضر محمد؟ انا اخر واحده ممكن تضر محمد. لان انا اكتر واحده حبيته في الدنيا ديت. فان انا سكتلك اكنه كان ليكي لوحدك. ايه عايزه ايه؟ كوشتي عليه وهو عايش، مستكتر عليا كمان وهو ميت. وانت مجنونه؟ انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي لي ان انت كنت على علاقه بجوزي؟ في ايه؟ انت مجنونه يا بنتي؟ ما تهوي النفس. الوطيه مامي وبابي جاي من السفر. اطلع برا دلوقتي يا كريم. طب اتصليلي لبابا يعني مثلا. قلت لك اطلع برا دلوقتي يا كريم. في ايه يا مامي بتزعقي كريم كده ليه؟ تعال. معلش يا حبيبي مامي اتنرفزه شويه. خلاص ممكن ما تزعلش. هبقى اكلم لك بابي بس انا متعصبه شويه. ها ممكن بقى تسيبني لوحدي شوية؟ يا فتشتي في تليفون محمد؟ انتي بتشكي فيه ولا ايه؟ ايه يعني الكلام ده؟ طب اديكي فتشتي وما لقيتيش حاجة، استفدتي ايه؟ هانيا جوزك كان راجل محترم، ما كانش فيه في دماغه غير شغله وبيته وبس. احنا ايه اللي بنتكلم فيه ده اصلا؟ انا متاكده من الكلام اللي بقوله لك. عموما انا بحكي لك وخلاص. الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي مش هيأثر معايا في حاجه. عموما انت دلوقتي في فتره حداد، ما ينفعش تفكري في اي حاجه غير الدعاء والصلاه وقرايه القران. ما تسيبيش نفسك تروحي في السكه دي. محمد دلوقتي محتاج اننا ندعي له، مش اننا نخوض في سيرته ونفتش وراه وهو واقف بين ايدين رب كريم. ولا انا بتكلم غلط يا لبنى؟ لا طبعا كلامك صح. هانيا سيبك من الموضوع ده خالص، دي اكيد واحده مجنونه. طب لو هي مجنونه ايه رايك في الكلام اللي قاله هشام الجمال؟ اهو هشام الجمال ده مفيش اجن منه، وانت اكتر واحده عارفه كده كويس. هو قرا البوست زيه زيك وما يعرفش انك شفتيه وجاي متشملل وفاكر انه هيفجر القنبله بسلامته. هشام ومحمد ما كانوش بيطيقوا بعض. صدقيني يا هانيا جوزك كان راجل محترم، انا كنت اقرب واحد ليه وباكد لك انه عمره ما وقع في الغلط. معلش يا ست الكل سامحيني ان انا بطلب طلب زي ده في ظروف زي دي، بس اقسم بالله العلي العظيم غصب عني العمليه مشفره على الاخر. طيب طيب دقيقه واحده انا هكلم يعني هانيا واشوف ايه الموضوع بالظبط معاها. استناني لحظه. خدي راحتك. معقوله يا ماما هو الراجل ده ما عندوش دم؟ مش عارف الظروف اللي احنا فيها وشايف احنا عاملين ازاي. يا حبيبتي واضح ان ظروفه صعبه قوي، وبعدين هو كان طالب سلفه من محمد ده الله يرحمه. بقول لك ايه، نديله فلوس احسن. ماشي. رايحه فين؟ هقوم اجيب له الفلوس. لا انا حدهم له من معايا، بس انا حبيت اقول لك الاول. ماشي يا ماما. عمر انا محمد طول الوقت على بالي، اوعى تفتكر ان انا مش بدعي له وبصلي له وقلبي وجعني عليه ومحروقه على فراقه. اوعى تفتكر ان ممكن اعمل كده. عامر عامر جابر جابر جابر. ايوه يا هاني. عامر معاك؟ لا يا فندم مش معايا. ما شفتوش هو خارج؟ لا يا فندم لما انظر انا كنت في دورة الميه. طيب طيب روح. حاضر يا فندم. خلاص انا ما عنديش مانع خالص اني اعمل كده،
بكره الصبح هكلمها واقول لها توقف البوستات دي، وانا متاكد انها هتخاف. المهم انت تكوني واثقه ان جوزك عمره ما غلط ولا قصر في حقك. هو ده السبب اللي مخليني عايزه اوقف البنت دي عند حدها، عايزه احمي سمعه جوزي اللي هي بتشوه. عمر بس انا طالبه منك طلب واحد، عايزاك تعرفني منها هي بتعمل كده ليه. ما خلاص بقى يا هاني، عمر هيتصرف. انا عايزاكي بس دلوقتي تركزي مع نفسك ومع الولاد، تحاولي تفوقي كده. طب عمر ممكن يعني لما تعرف توصل لها تكلمني تطمني؟ طبعا اكيد. اللهم اعمله بما انت اهلي ولا تعمله بما هو اهلي. كان مسيرة تجاوز اللهم ايدينا معصينا من حسنات، اللهم ادخلني الجنة من غير مناقشة حساب، اللهم انزلهم منزلة مباركة وانت خير المنزلين. اللهم اجعلنا من رياض الجنة ولا تجعله حفرة حفرة النار. اللهم ادفع له قبره مد بصري وافرش قبري فراش الجنة. انت اختفيت فين يا عمرو امبارح؟ والله مدام وانا واقف مستني ست الكل جالي تليفون من الجماعه الحق الواد وقع من على موتوسيكل واحد صاحب. طبعا جريت زي المجنون، بس الحمد لله ربنا ستر وجت سليمه. يعني هو كويس دلوقتي؟ الحمد لله زي الفل. الحمد ابنك عنده كام سنه؟ حلو كده صلاة النبي قد الامور الصغير ابن حضرتك. وايه اللي يركبه موتوسيكل في السنه؟ والله عيل تعبنا وتعب امه معاه، ربنا يهديه بقى. الله يكون في عونك، ربنا يخليه لك. تسلمي لي يا رب. عامر والنبي عايزه منك بس نسخه من البطاقه بتاعتك زي اللي انت كنت مديها للاستاذ محمد الله يرحمه، عشان عمر بيه العراقي عايزها. عمر بيه رئيس المباحث؟ ايوه. البطاقه ده انا شرف اللي جابوني طبعا. اي موجوده البطاقه، هجيبها لحضرتك. طب امشي انت دلوقتي. ما تنساش تجيب لي صوره البطاقه. حاضر. الو بقى انت بقى مخليه عمر العراقي يكلمني عشان يخوفني. لا خفت انا كده. الظاهر فعلا انك طلعتي عبيطه زي ما محمد كان بيقول. بقول لك ايه، ابعدي عن طريق احسن لك. انا مش فاهمه ايه المشكله. ايه المشكله ان محمد كان بيحبني وعايز يتجوزني؟ ها ايه المشكله؟ المشكله انك واحده مجنونه، وانا هوديكي في 60 داهيه وهلبسك قضيه. انت فاكره ان انا ممكن اصدق اي كلمه من الكلام اللي بتقوله يا محمد؟ انت مستفزه قوي على فكره. لا بجد يعني هترتاحي يعني لو اثبتت لك ان انا ومحمد كنا مع بعض؟ تصدقي ارتاح؟ يا ريت تثبتي لي. بس وريني بقى هتثبتي لي ازاي. عندك مانع اجي لك النهارده الساعه 7؟ تيجي لنا؟ تيجي تعملي ايه؟ اوريك الدليل واثبت لك انك زيك زي اي زوجه ممله جوزها زهق منها وحب عليها واحده ثانيه. يا بنت ماشي هستناك. على فكرة محمد ما كانش بيحب الصورة دي. الله، هو انت شايل الصورة دي هنا ليه؟ ايه ده ايه ده ايه الصورة دي؟ دي قديمة قوي. ارميها يا شيخة، دي وحشة قوي. ليه؟ انا بحبها قوي. تحبيها ايه؟ ارميها بس ولا ليها لازمة؟ بالعكس
دي اكتر صورة محمد كان بيحبها. غريب، امال كان شايلها في الدولاب ليه؟ الكلام ده مش صحيح. الصورة دي متعلقة هنا بقالها سنتين. المهم انت كنت جاي عشان تثبتي لي انك على علاقة بجوزي، مش كده؟ طبعا، وجاي اثبت لك ده بنفسي كمان. مش غريبة ان انت جاي تثبتي لي؟ يعني لو نفترض انك كنت فعلا على علاقة بجوزي، فدي علاقة عابرة يعني، نزوة مش جواز. وأظن دي حاجة مهينة ليكي عشان تيجي تثبتيها لي. ومين عارف؟ مش يمكن يطلع في جواز؟ دي عصابة بقى، عصابة كبيرة وفاكرة إن تحت القبة شيخ وجاية تنصبي. بس أنا أحب أفهمك، من الأسف شركة الديكور بتاعت محمد خسرانة ومديونة، كل أملاكه مكتوبة باسم ولاده. أشيل الفكرة من دماغك. حرام يا هانيا، انت بجد صعبانة عليا قوي. أنا مقدرة حجم الصدمة اللي انت فيها، بس خليني أقولك إن أنا ومحمد ما كناش متجوزين. أنا متأكدة وواثقة من ده. لا، بس ده ما يمنعش إن كان في جواز، بس إحنا ما لحقناش. انت كدابة، إنسانة مريضة، خيالك مصور لك إن انت جاي تهزيني بكلمتين. أحب أقول لك إن أنا اسمي هانيا الخولي. يا ريت بقى تسألي عليا، لأن من واضح إن أنتِ ما تعرفنيش خالص. لولا إن إحنا في حالة حداد كنت مت على روحي من الضحك. لأن أنا أعرف عنك يا هانيا اللي ما تتخيليش إن في بني آدم على وجه الأرض يعرفوا عنك. بصي، أنا كنت جاية بمنتهى البساطة كده أقول لك إيه الدليل إن أنا ومحمد كنا على علاقة وبنحب بعض. بس بعد طريقتك دي، دوري انت بنفسك، دوري هنا في بيتك وانت هتلاقي الدليل. هو انت مش مكسوفه من نفسك؟ ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ دوري في موبايل محمد وانت هتلاقي فيه اللي انت ما تحبيش تشوفيه. موبايل محمد على طول في ايدي، لان عمره ما كان بيخبي عني حاجه. هو انا قلت ان محمد عنده موبايل واحد بس؟ حبيبي لازم تنام عشان عندك مدرسة الصبح. لا مش عايزة انام. طيب انا هشغلك الفيلم اللي انت بتحبه وانت تنام قدامه. لا مش عايز. وبعدين بقى يا كوكو ما تغلبنيش معاك. لو بابي راح عند ربنا. ها؟ تدفع يا كوكو. نام. هانيا، هانيا اهلا يا عمر، ازيك؟ ازيك يا فنان؟ تشرب ايه؟ لا مش عايز، مستعجل. مستعجل ايه؟ ده انا سايب شغلي علشان اجي اقعد اتكلم معاك. وانا كمان على فكره سايب شغلي عشان اجي اتكلم معاك، بس مش معنى كده ان انا هتاخر. طيب نخش في الموضوع. ايه الكلام الحلو قوي اللي رحت قلته لهانيا ده؟ طب ولما هو حلو قوي قلب سحنتك علينا ليه؟ طيب ايه الكلام اللي زي الزفت اللي رحت قلته لهانيا ده؟ بقولك ايه، انا قاعد هنا معاك عشان انت صاحبي مش ظابط. تاني حاجه احنا قاعدين في كافيه مش في القسم عندك عشان تستوجبني. بتستقبل يا هشام؟ بتاكلني في الكلام عشان تلجمني ولا ايه؟ بص انت صاحبي، بس محمد كان صاحبي اكتر منك، ودلوقتي محمد الله يرحمه يعني اكيد هاخد صفه عشان احميه من الهرتله والعبط اللي انت بتعملهم دول. بقولك ايه، صاحبك مش صاحبك، ظابط مش ظابط، ما يخصنيش. انا اقول اللي انا عايزه، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. بص يا هشام، انت صاحبي ومش عايز اخسرك، ما تزقنيش على الطريق ده. انت جاي سنن سنانك عشان عارف انك غلطان ومش هتعرف ترد. بقول لك ايه، انا حاسس ان انت في كوكب تاني مش عارف القصه. هانيا دي تبقى خطيبتي وحب عمري، وصاحبك محمد ده راح اتجوزها وخطفها، فاهم؟ وانت اللي معرفنا عليه، يعني انت السبب. كون ان انا عرفتك انت وهانيا على محمد، وكون انك خنتها وهي قفشتك وسابتك، ده مش معناه ان انا المسؤول، ده معناه ان انت السبب. كنت عيل صغير وكلنا بنغلط، بس صاحبك ده ما صدق، مسك لي غلطه وراح باراشوت عليها وخدها واتجوزها رغم ان احنا كان ممكن نرجع وانت عارف. بص احنا مش هنا دلوقتي عشان نسترجع شريط الذكريات، احنا هنا عشان اقول لك تبطل تلسن على محمد
اكتر من واحد قالوا لي انك داير تقول كلام مش مظبوط عليه. عيب يا اخي، ده راجل ميت. حبيبي انا ما بلسنش على حد، انا بنقذ واحده انا بحبها من راجل كان بيخونها عشان ما تدخلش في مرحله اكتئاب هي مش قدها. وبعدين محمد كان بيخونها مع واحده اسمها ليلى المغربي وانا عارفها كويس، ولو تحب احكي لك الحكايه كلها. تحب؟ وحكى لك ايه؟ مش مهم حكى لي ايه، انا كل اللي يهمني دلوقتي ان صوره محمد الله يرحمه ما تتهزش قدام هانيا. اللي بيقوله هشام ده اي كلام، ممكن يكون حقيقي وممكن لا. كمان البنت اللي اسمها ليلى دي لما كلمتها قعدت تهلل وتصرخ وتقول اي كلام. يعني هو كان بيخونها يا عمر؟ معرفش بس هشام كان شكله واثق من اللي بيقوله. ايوه احكي لي بقى، قولي ايه اللي هو كان بيقوله. بعدين انا جعان وعايز اكل. عمر؟ نعم. هو انت بعد الشر يعني بعد عمر طويل تموت وانا اقعد اعيط وهدفنك ويبقى عندنا عيال، وبعدين تيجي واحده تقولي ان انت كنت بتخوني معاها العمر ده كله؟ ده بعد الشر؟ انك تبقى بتخوني. اه طبعا بعد الشر. انا مش فاهم الافكار دي بتيجي في دماغك ازاي. وارد جدا ان ربنا ياخدك انت الاول ويريحني. بعد الشر ممكن تسيبيني اكل بقى بعد اذنك؟ مفيش اكل. لقيتي الموبايل؟ طب كويس. الموبايل عليه باسكود؟ لا سهلة، الباسورد 1210، تاريخ الانيفرسري بتاعنا. باي. شكلك ما نمتيش كويس. اهو لما تكتشفي ان كان مضحوك عليكي اكتر من 16 سنه من بني ادم كنت بتثقي فيه اكتر من نفسك، اعتقد ما كانش هيجيلك نوم. معلش هي الدنيا كده فيها حاجات كتير قوي غير متوقعه، زي اللي حصل النهارده بالظبط. اهو من النوم الصبح كده الاقيكي في وشي على الباب، حاجه برضو غريبه وغير متوقعه. وطبعا عمر العراقي هو اللي اداكي العنوان مش كده؟ حاجة تضحك والله. أنا هحاول أنسى إن أنا بكرهك عشان أنتي في بيتي، وده مش بيتي لوحدي على فكرة، ده بيتي أنا ومحمد، يعني أنتي مش غريبة. أنا شايفة إن مفيش داعي تدوري على كلام عشان يجرحني أو يضايقني عشان تتشافي فيا. ريحي نفسك خالص، أنا مجروحة بما فيه الكفاية ولسه عندك فرصة أكبر. لما تستمتعي وانتي بتحكي لي كل حرف عن علاقة جوزي بيكي. لا لا انا مش مفترية قوي كده، اي نعم انا بكرهك بس في الاول وفي الاخر احنا ستات زي بعض. تحبي تسمعي من اول يوم؟ انا بقول من الاول احسن. اول يوم قابلت محمد كان عنده ايفنت لشركة انجليزي، هو اللي كان عامل الديكوريشن بتاعها. خبطنا ببعض بالصدفة بس أول ما شفت وشه قلت هو ده. سوري بس كان تليفون مهم قوي. لا ولا يهمك. هو أنت بحلقي فيها كده ليه؟
يعني زي ما قلت لك كنت بدور على الوش ده بقالي كتير قوي، حد كده فوتوجينيك وسكسي وهانسوم، حد زيك بالظبط. ده كل ده انا؟ ميرسي جدا على اللي بتقولي ده والله، بس يعني ايه ده ايه ده، انت كسفت ولا ايه؟ لا لا سوري، يعني اصل انا المنتاليتي بتاعتي مختلفه شويه، اغلب الوقت عايشه بره مصر وكده، فيمكن بتكلم من غير ما افكر. لا هو انا اتعاملت مع ناس كتير قوي بره مصر، بالعكس هم يعني بيفكروا قبل ما بيتكلموا، بس ده مش معناه ان انا متضايق منك ولا حاجه خالص يعني، بالعكس. طب انت كده شجعتني ان احنا نقعد ناخد كوفي سوا ونتكلم. وعد؟ تفتكري ايه؟ موضوع الاعلان. موضوع الاعلان لا بصي بقى، انا موضوع الكاميرات والتصوير والكلام ده ماليش فيه خالص، فاكيد هفشل طبعا. رول نمبر 1، نيفر اندرستيميت يور سيلف. لا بصي بقى، انا رول نمبر 1 بالنسبه لي ان انا ما بعملش حاجه ما بفهمش فيها. طب ايه رايك لو عملنا تيست كاميرا وكده، يعني نبقى وفقنا ما بين التولز، اللي هو يعني نجرب. مش عارف. طيب اديني فرصه افكر بس. صدقني في التندم. هو ما قالكيش انه اتعرض عليه اعلان ولا خبى عليكي برضه؟ لا قال انه كان معروض عليه اعلان، واحده فوتوغرافر قابلها قالت له عايزاها موديل في اعلان هيتصور بره مصر، بس هو على فكره رفض وكان واخد الموضوع ده هزار. بس انا عايزه اعرفه، وانت فعلا كنت عايزاه في اعلان ولا كنت بتتلككي عشان تعرفي تتكلمي معي؟ بصراحه كنت بتلكك. انا من اول مره شفت محمد فيها وانا معجبه بيه، حاجة كده زي اللي بنسمع عنها في الأفلام ونقراها في الروايات، بس هو ده اللي حصل من أول نظرة، وأنا محمد حبينا بعض. الله يرحمك يا محمد. أنا مقدرة حجم الصدمة اللي أنت فيها، لأن أنا في صدمة أكبر منها. كان بيكدب عليا، وكان دايماً بيحسس إن هو بيحبني. أي راجل بيخون مراته وعايز يحافظ على بيته وولاده لازم يعمل كده. بصي أنا مش هكدب عليكي، هو ما كانش بيكرهك، بس هو وصل معايا لدرجة من الحب خليته ما يقدرش يستغنى عني. محمد مش بس لقى فيا اللي هو كان بيتمناه، لأ هو لقى حاجات موجودة فيا ما كانش يتخيل إن هي موجودة أصلاً. وأنا في آخر أيامه كنت حاطاه في موقف صعب قوي، لأني خيرته ما بيني وما بينك، بس هو اختارني أنا طبعا. هي الصورة اللي انت كنت حاطاها على الفيسبوك جبتيها منين؟ عجبتك صح؟ هو كمان كان بيحب الصورة دي قوي. بصي أنا حاسة إن احنا هنبقى أصحاب، عشان كده هحكي لك قصة الصورة دي. فاكرة اليوم اللي مش عايزة أعرف ليه؟ ده أهم يوم في علاقتنا، ده اليوم اللي ابتدت فيه علاقتي انا ومحمد اصلا. 12/10 اول يوم يرجع لك فيه هو شارب حشيش. قلت لك مش عايزه اعرف، واظن بقى كفايه لحد هنا. اسمعيني كويس عشان جايه اقول لك الكلمتين دول. محمد الله يرحمه كان ابو ولادي وهيفضل ابو ولادي، وانا عايزه احافظ على صوره محمد قدام ولاده. فلو انت بتكرهيني مديش مشكله خالص، براحتك بيسعدني، لكن ما اظنش انه ينفع انك تكرهي ولادي. انت لو كنت فعلا بتحبني. لا طبعا ما بكرههمش. حلو قوي، يبقى بقى احتفظي بذكرياتك دي لنفسك، ولو سمحتي يا ريت ما تنزليش اي بوستات عن محمد على الفيسبوك، عشان انا قلت لك قبل كده ان انا عايزه احافظ على صوره محمد قدام ولاده. ويا ريت ما تجيش تاني من غير استئذان، ويستحسن ما تجيش اصلا. عارفه الباب ولا وصلك؟ ترجمة
عن اليوم ده قوي يا محمد. كان احلى يوم ليا معاك. وحشتني قوي. يا ستي انت احلى ست في الدنيا ومفيش اي راجل يقدر يقاومك، بس انا ظروفي مختلفه. انت فاهمه قصدي ولا لا؟ اما ليه بقى مالك؟ ما تفك بقى شويه. ايه ده انت بتعملي ايه؟ ايه حشيش؟ ما بتحبش الحشيش ولا ايه؟ يا نهار اسود، حشيش ايه بس؟ ارمي الزفت ده لو سمحتي. لا مش هرميه. بقول لك ارميه، احنا بالليل وممكن يطلع علينا اي لجنه. انت عايز توديه في داهيه؟ انت خايف كده ليه؟ انت عمرك ما شربت حشيش ولا ايه؟ اه يا ستي انا خايف، لو سمحتي ارميه بقى. قلت لك مش هرميه. ممكن تثق فيا بقى شويه وتريلاكس. محمد انا بحبك، يعني انا عمري ما هاذيك. طيب انا راجل متجوز، قلت لك مليون مره، متجوز وبحب مراتي وبحب ولادي، فاللي انت بتفكري فيه ده مستحيل هيحصل. ممكن تسكت شويه؟ اي حاجه في اولها تبقى صعب، بس شويه شويه صعب بقى سهل. خد نفس، نفس واحد بس. لا ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده بتتفرج على ايه؟ كنت فين يا محمد؟ كنت فين ايه؟ كنت في ميعاد شغل. كنت فين يعني؟ هو تليفونك مقفول ليه؟ ايه ده؟ هو كان مقفول؟ ليه قطع شحن ولا حاجة؟ وعندك ميعاد شغل لغاية دلوقتي؟ ايه المشكلة؟ هو انت عينك حمرا كده ليه؟ عيني حمرا يعني خضرا. حمرا دي جرى ايه يا محمد؟ هو انت شارب حاجة؟ شارب حاجة؟ تصدقي دي فكرة جامدة أوي؟ أروح أشرب حاجة فعلا. شوف لنا المزة فين بقى. انت كعامر مبسوط؟ اه انا كعامر مبسوط. مش هبقى مبسوط ليه يعني؟ انت كجابر مبسوط؟ انا كجابر مش مبسوط. وكجابر مش مبسوط ليه ان شاء الله؟ الدنيا اتغيرت في 3 ايام. ناس راحت وناس جت. مش عارف يا اخي، ببص في وشك مش عارف اذا كنت زعلان ولا فرحان. انا بجد قلقان منك. تعرف رغم ان كلامك بيقف في زوري، بس هي حقيقه. في ناس كتير قوي بيقولوا لي ان ملامحي متضايقه على حرام. وعارف كمان ان انا سبت شغل كتير قوي بسبب الموضوع ده. وده طبيعي بصراحة. لما بشوف نظراتك بحس انك عايز تقتلني. انا متهيألي كده مدام هانيا لما تفوق وتركز في ملامحك ونظراتك مش بعيد ان هي تكرشك من الشغل. لا ده انا متأكد ان هي هتكرشني، وخصوصا ان هي متعودة على جان زيك في الفيلا. بتقعد يا عمي. هي مدام هانيا اللي كانت بره، هي كانت فين؟ انت مالك يا اخي؟ خليك في نفسك، انت عشري ليه؟ يا عم انا قلت ايه يا عم جابر؟ في ايه؟ الحمد لله على السلامة. نفسك على مالك، على مالك. الحمد لله على السلامة. كانت فين؟ أنت مالك؟ حشري. يا بنتي قولي لي، إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا ماما إن أنا اتجوزت وأنا صغيرة. ما جاش عمري 20 سنة. عشت فيه ونسيت كل أحلامي. كل حاجة كان نفسي فيها علشان أفضل قاعدة تحت رجلين جوزي وعيالي. والحقيقة إن أنا اكتشفت إن أنا ست أقل من عادية، ست مملة. جوزي بيعب عليا. واحدة تانية يا بابا، ينعل أبو الإحساس اللي أنا حاساه، ينعل أبو الغباء والهبل اللي أنا كنت فيه يا بابا، ينعل أبو الغباء. يعني إيه 3 أيام من عمري بعمري كله؟ يعني ايه اشوف اللي انا عمري ما شفته قبل كده في 3 ايام؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني انا خلاص مش قادره اصدق اللي انا فيه. انا مش طايقه افكر فيه. ما بقتش بحبه وانا بكرهه يا ماما. انا من جوايا بتعرق، انا من جوايا معروق. ايوه ماما معروقه. مش قادره. انت مش نفسك، حرام عليك. مش جايز اي كلام. يعني مش جايز البنت دي بتكذب عليكي؟ لا مش بتكذب يا ماما. انا رحت لقيتها، قابلتها وشفتها وحكيت لي بالصور والدليل والذكريات. يعني انت مش متخيله انا كان احساسي عامل ازاي. انا تعبانه قوي من جوايا. انا
انا مش عايزه افكر فيه ومش هفكر فيه. انا خلاص ما بقيتش حتى قادره ادعيله او حتى ادعيله بالرحمه. يا حول ولا قوه الا بالله. بس حول ولا قوه الا بالله. بس يا حبيبتي محمد دلوقتي ما يجوز عليه الا الرحمه. هاني يا حبيبتي حماكي وحماتك جايين النهارده من ابو ظبي واكيد هيجوا على هنا. يجوا اهلا وسهلا يشوفوا احفادهم في بيت ابنهم. بس انا مش هقابل حد. ما ينفعش يا هاني ما ينفعش. لازم يشوفوكي. ورحمه ابويا ما قابل حد. خلاص كفايه عمري اللي ضيعته. انا مش عارفه محمد دمر حياتي كلها اللي فاتت واللي جايه. خلاص يا ماما. ليه يا محمد حرام عليك ليه؟ ربنا يصبرك ويهون عليكي. مفيش حاجة تهون عليا يا شادية. مفيش حاجة. أنا بس كان نفسي أشوفه. أنا رحت للمحامي وسلمت الأوراق كلها زي ما حضرتك طلب. تمام يا شريف. معلش تعبتك. لا تعب إيه يا أنكل. محمد الله يرحمه ده كان أخويا الكبير. بس موضوع النعي ده ناس كتيرة في العيلة زعلانة إن أساميهم ما كانتش مكتوبة فيه. والله أنا عملت كل اللي أقدر عليه. بس النعي اتعمل في وقت وظروف. حضرتك فاهم يعني؟ فاهم. أنا كنت عايز أقعد مع هانية شوية. شادي هانم، هي هانية لسه نايمة ولا إيه؟ أيوه عايز دي بيه. هي أعصابها تعبانة قوي فخدت حقنة مهدئة ونايمة. طيب هبقى اعدي عليها مره تانية. في كلام كتير قوي عايز اقعد اتكلم معاها فيه. طيب يا ربنا خلاص يا حبيبتي خلاص. اقسم بالله عرفت ان الزفت الموبايل هو اللي كشفه. احنا في الشغل بقى ما ينفعش كده. محمد رسول الله. سلام يا حبيبتي. في حاجه عمر بيه؟ الله يخرب بيت الموبايلات على اللي بدع الموبايلات. بقول لك ايه؟ احنا نازلين نجيب عيال مسجلين خطر. السلاح ما بيفارقهمش. لو مت اوعى الموبايل ده يقع في ايد مراتي. انت فاهم؟ تمام يا باشا. لو ربنا كتب لنا عمر ورجعنا من المأموريه دي بفكرنا اديك يا بنتي غير الفيلم ده اتفرجنا عليه 100 مره زهقت. طيب ايه ده انت مستنيه حال؟ لا خالص بس خليني اشوف مين اللي على الباب. طيب انا مصدعه اصلا وهدخل انام. الأول كان الصوت واطي وما كنتش سامعة حاجة. بس مرة واحدة الصوت عالي قوي. أنا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. بص يا ليلى أنا لحد دلوقتي مش عايز أتصرف معاكي تصرف يزعلك. أنت بتعمل معايا أنا كده؟ بعد كل اللي أنا عملته علشانك؟ جاي تهددني في نص الليل في بيتي؟ أنا مش بهددك. أنا بعقلك. وأنا مجنونة يا محمد. والمجانين ما بتتعالجش. وأنا ما عنديش كلام تاني أقوله. لو عايزه حياتي انا وانت ترجع ستيبل زي ما كانت يبقى لازم تعملي اللي بقولك عليه بالحرف الواحد ده عشانك انت قبل ما يكون عشاننا عشان احنا الاثنين. بقولك ايه؟ سيبك بقى من الكلام التافه ده وخلينا في المهم. انت طبعا نفسك تعملي دور كبير تتقدمي فيه بشكل كويس. مش فاهمة يعني كل اصحابي شايفيني متجوزة راجل زي جرايه. شريف هو ايه الموضوع؟ ايه الموضوع يا شادية هانا؟ هي هانية مش عايز تقابلني ولا ايه؟ معقول الكلام ده يا عز بيه؟ ازاي بس؟ انا قلت لحضرتك قبل كده هي حالتها مش كويسة ونفسيتها تعبانة وده شيء طبيعي. وانا نفسيتي مش تعبانة؟ طب هي ممكن تتجوز بكرة. لكن ده كان ابني الوحيد اللي ما كانش عندي غيره. في نفس الوقت انا عايز اطمن على احفادي.
زي ما بتشوفوها هي كمان تقدر تشوفني، نفسيتها تعبانة على عيني وعلى راسي، إنما كده ما صحش أبدا. أيوة جينا. ازيك يا عمك العز؟ اللي انت لابساه ده يا هانيا؟ انت لابسه ملون؟ ايه يا هانيا اللي انت لابساه ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ مش فاهمه يعني، هو انا نازله بلده رقص؟ لبسي عادي، ايه المشكله؟ انا نسيت اقول لك، انا خلاص قلعت الاسود. قلعت الاسود بعد 3 ايام يا هانيا؟ بعد 3 ايام، اصل انا نسيت اقول لحضرتك ان ابنك اللي هو جوزي طلع كان بيخوني وهيتجوز. بلبس اسود ليه وازعل على ايه؟ الكلام الفارغ اللي انا بسمعه ده. انا حاسه انك مصدوم، بس ده شيء طبيعي، انا كمان اتصدمت في الاول. معلش، بس يظهر ان هو كان بيعمل ملاك عليك زي ما كان بيعمل عليا بالظبط. بص يا هانيا، لما مدام شادي قالت لي ان انت نفسيتك تعبانه، انا ما كنتش واخد الكلام على محمل الجد، لكن بعد اللي شفته ده انت فعلا تعبانه نفسيا ومحتاجه تتعالجي فورا. علاج نفسي؟ لا لو سمحت بقى التزم احترامك وادبك هنا. عز بيه، ما ينفعش الكلام ده. انت في ايه؟ بتقول عليا مجنونه ولا انت عايز تبرئ ابنك واللي هو عمله؟ يا هانيا اتكلمي مع انكل بشكل احسن من كده. اسكت انت يا شريف. بس بس انتوا الاثنين. انا اسفه عز بيه، لو سمحت نقفل الحوار ده دلوقتي. انا هكلم حضرتك في التليفون وهاجي لكم بكره في الميعاد اللي احنا هنتفق عليه. استني تليفونك يا شادي هانيا. خسارة يا هانيا، خسارة. اللي عملتيه ده غلط. انت فاكره حبه كده ايه؟ راجل هفق، راجل ضعيف الشخصيه، ده اللي هو عز الدين نصار، رجاله بشنبات بتترعب منه. انت جننتي؟ لا بالعكس خالص، ده انا فقت وعقلت وعارفه كويس قوي كل كلمه قلتها له وعيالها. واعملي حسابك ان الفتره الجايه انا هعوض كل الايام اللي فاتتني مع واحد خني ما يستاهلش ان افكر فيه. اختك اتجننت يا شريف. يا ابني اسكت بجد، هموت من الضحك. يا طبعا ام ان احجز لي. انت عبيط ان انا معايا فلوس؟ طبعا ايه التخلف ده. خروجه عبد الرحمن ايه؟ لا طبعا فاكس. هنروح ازاي؟ ايه عامر هيودينا؟ بص يا ابني عامر ده هيسوك والمش زي ما كنت متوقعاه خالص. هعدي عليك بيه ما تقلقش. طب يلا انا هدخل اخد شاور وهكلمك تاني. يلا باي. جينا جينا. يس. هي مامي هنا؟ نو no, مشت من صبح. اوكي يو كان جو. جينا ممكن تساعديني في الهوم ورك؟ ليتر يا كريم مش فاضيه. اوكي. شفتي بقى اديني قاعده بردانه ومفيش شمس. يا بنتي قلت لك الجو برد خلاص. دلوقتي بقى برد بس اول ما جينا كان الجو تحفه. مش عارفه ليه لبنى الندله دي ما جاتش. تلاقيها ما جاتش بسببي. انا عارفه ان هي ما بتطقنيش خالص. لا والله الموضوع مش كده، بس هي بس لسه مش مستوعبه ان احنا قربنا من بعض بسرعه وبقينا اصحاب. عادي، عموما انا اصلا بحاول ان انا ابقى ظريفه معاها علشانك بس. معلش يا ست استحملي شويه عشان ترغب ايه؟ ولا حاجه. انت مش بردان يا ابني، ده انا قاعده بردانه. انا بموت المسح. هو انتي مش هتشتغلي معايا بقى ولا ايه؟ مش عارف والله يا هشام، حاسه اني اتاخرت. اتاخرتي على ايه بس؟ انتي صغيره وزي القمر، وبعدين ستايلك مطلوب. عموما لما يبقى يعدي ال 40 بتاع محمد نبقى نشوف. هو امتى؟ كمان كام يوم. طب وتفتكري ممكن اجي؟ على فكره انا مش عامل ال 40، بابا هو اللي عامله. الأربعين يعني إيه يا مامي؟ يعني زي العزا بالظبط. عزا مين؟ معقول يا كريم؟ يعني أنت كل ده مش عارف عزا مين ولا رايح فين؟ محدش بيقول لي حاجة. طب يا حبيبي أنا فاهمك. الأربعين يعني فات 40 يوم من ساعة ما بابي راح عند ربنا. بس 40 يوم ده وحشني قوي. وأنتي؟ طبعا يا حبيبي. يلا بقى، جدتك واختك قاعدين مستنيينك في العربيه بقالهم كتير قوي. يلا
مامي هو انت مش جايه معانا؟ لا مامي تعبانه ولو راحت معاك هتتعب اكتر صح؟ يعني هات بوسه جاري. الو عايشة ازيك؟ انت فين؟ هتعمل ايه النهارده؟ لا ابدا زهقانة نفسي اخرج كل يوم. شوف اي وقت هتخرج فيه بكلمني هاجي معاك. الصالون ده خدني كده. في ايه يا بنتي؟ ايه كميه الاوفر اللي انت فيها دي؟ ايه يعني شفت واحده ريتك هي ما شافتكيش؟ ايه الحوار يعني؟ الليله فاكست على الفاضي؟ انا مروحه. مروحه ايه؟ بس قول لي 11. لا خلاص عامر جاي. يوه هروح لاصحابي. هاي ازاي؟ الحمد لله. ازاي؟ هاي. الو. هاي. هاي. دي بقى يا سيدي صاحبتي هانيا اللي قلت لك عليها. هاي. وده المخرج المعروف طبعا هشام الجمال. اه طبعا. غني عن التعريف. وده امير الرابح الطيار. شكلكم لسه عارفين بعض قريب. جايباه في ايدي كنت جايه من لبنان ها؟ لا قريب ايه ده احنا اصحاب من زمان. تشرب ايه يا بيبي؟ انا ممكن اشرب فودكا لو فيه. لو فيه؟ اكيد فيه. انت قاعد على ترابيزه هشام الجمال. مالك انت يا ابني؟ ايه في ايه دينا؟ مالها مالها مالها؟ انت مش شايفها بتعيط؟ اوعى تكون زعلتها. يا عم زعلتها ايه؟ خطيبتي. ما تعقل الكلمه. عم جابر ده انا شغال عندها. وبعدين ما هي عندك فوق ايه ما تطلع تسالها؟ هو انتوا جايين منين بالظبط؟ كانت سهرانه مع واحد صاحبها. صاحبها؟ انت بتقول ايه؟ ازاي الكلام دوت؟ ازاي يعني؟ يا عم ازاي ايه؟ ازاي الناس صاحبها يعني صاحبها؟ هي دي فيها ازاي؟ دينا صاحبها؟ عليه العوض ومنه العوض. الله يرحمك يا محمد بيه. لو كان عايش ما كانش حصل الكلام ده ابدا. مامي 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 مامي. بس يا حبيبي مالك؟ مالك فيه؟ مامي مامي. مالك يا حبيبي؟ مالك. ما تخافش انا هنا. انا هنا مامي. انا هنا. مامي راحت عند نانا عشان كنت عايزاها في موضوع كده. ما تخافش انا جنبك مش هسيبك. كنت بحلم ببابي وصحي. ايه ده حلمت بايه؟ مش عارف بس كان بيبوسني من راسي. يا بختك ده وحشني قوي. عامل ايه لما يوحشني عشان بطني ما توجعنيش؟ ايه ده انت بطنك بتوجعك لما بيوحشك؟ اه بتوجعني قوي. انا هقول لك تروح على المطبخ تعمل سندوتش كبير قوي قد كده تاكله كله 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 كده على بق واحد. طب ممكن تنامي جنبي؟ اه طبعا ممكن. يلا بس عد. قمر يا بنت اللذينة احلى واحده في المكان بجد. عمر ميرسي. بقول لك ايه يا هاني؟ ها انا عندي فيلم جديد بعد الفيلم اللي انا هخلصه دلوقتي. ايه؟ عندي فيلم جديد داخله بعد اللي انا بخلصه دلوقتي وعايزك تمثلي معايا فيه. اه طيب اعرض عليا الورق يمكن وافق. ايوه بقى. يا جماعه ايه رايكم نروح نقصر عند امير؟ فين؟ انا واخد رول سويت هنا في الاوتيل تحفه. ام ان ايه رايك يا بيبي؟ لا انا ايه لا مش هينفع. ده انا كنت هقول لكم يلا نقوم نمشي. نمشي لسه بدري. لا لسه بدري ايه؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده. عموما لو انتوا عايزين تقعدوا براحتكم خالص انا معايا عربيتي. ليه عايزه تروحي دلوقتي؟ لسه بدري. ما احنا كده كده مفيش ورانا حاجه. بعدين انت اللي منزلانا النهارده عشان نسهر. بقول لك ايه عشان خاطري بطلي غلاسه. انا لسه بظبط في الواد. خلاص يا جماعه هانيا مش هتروح. مسيطرة أنت برضه. إذا كنت سيطرت عليك مش هعرف أسيطر على صاحبتي.
كنت هزعل يا بيبي قوي لو مشيت. اه بس احنا مش هنبات يعني. ايه الردود الغلسه دي؟ في ايه؟ ردود غلسه ايه؟ كده كده كمان شويه هقول لك يلا نمشي. يا جماعه ما تقوموا كلنا نرقص. لا لا انا لابسه كعبه قد كده مش قادره. بقول لك ايه؟ قومي اعمل لك كاسين يظبط لك دماغك. كاسين بس. ايوه بقى يلا بينا. ما تيجي نطلع السويت بقى وسيبك من صحابك. على فكره انا اللي شقطك مش انت اللي شقطني. وايه الفرق يعني؟ يعني اللي شقط هو اللي هيحدد كل حاجه، بعدين انت لسه بدري عليك قوي. قد ايه يعني؟ لا قدامك كتير قوي. كتير؟ طب ما تيجي نطير. ايه ده؟ يلا. ايه رايك؟ حلو؟ حلو قوي، طعمه حلو. انت مش متخيلة انا قد ايه مبسوط النهارده طبعا. ممكن تبطل الاسطوانات دي؟ اسطوانات ايه بس؟ ممكن تسمعيني يا عم؟ بص انا عرفت ستات كتير قوي في حياتي، ارتبطت وعملت علاقات وصاحبت واتجوزت وانفصلت. كل ده مش عشان هم ستات وحشة، لا، عشان انا لسه بحبك لغاية دلوقتي. بس اللي بيحب ما بيخونش. يا هانيا كنت عيل صغير مش فاهم حاجه، ما كنتش فاهم يعني ايه علاقه ويعني ايه حب، وتلاقي حد تحبه ويحبك بالشكل ده دي حاجه صعبه جدا. عادي زي كل رجاله، كل واحد فيهم عنده مبرر لخيانته. لا بس محمد ما كانش عنده مبرر للخيانه. ممكن ما تجيب سيره محمد؟ لا هجيب سيرته، لانه لسه لغايه دلوقتي واقف بيني وبينك، وهو عايش وهو ميت. محمد من يوم ما مات وهو خلاص صفحة مطوت في حياتي، ومفيش حاجة واقفة بيني وبينك، بس موقفي زي ما هو. طب ليه بقى لغاية دلوقتي حتى مسافات بيني وبينك؟ يا هاني أنا ممكن أساعدك، ممكن أنسيك كل حاجة وحشة حصلت لك في حياتك. وانت ليه محسسني إن أنا كنت عايشة حياة مش سعيدة؟ بالعكس أنا مع محمد كنت مبسوطة جدا، كل حياتي كانت سعيدة. على فكرة محمد بكل حاجة بطلبها منه أنا وولادي كان بيعملها أنا. بس كان بيخونك كل يوم وأنتِ ما كنتيش عارفة. وبعدين ده بوظ لك حياتك، خلاكي واحدة ست عادية مرمية في البيت زي أي ست، قتل طموحك ومستقبلك وكل اللي أنتِ كان نفسك فيه. يا هانيا أنتِ الدنيا كانت فاتحة لك دراعاتها وأنتِ اديتيها ظهرك ورحت اتجوزتي واحد حتى مش عارف امتى. صح كل كلامك صح وانا عارفة، عشان كده بقى ما اقدرش اثق في راجل تاني. محمد كان محسسني ان هو راجل ملاك بيحبني قوي، في الاخر اكتشفت ان هو بيغني. تفتكر بقى ازاي اقدر اامن على نفسي وعلى ولادي مع اي راجل تاني؟ وخصوصا انت يا هشام. انت هانم؟ الحمد لله على السلامة يا هانم. جابر والنبي يشيل والنبي. اشيل يا هبل. شيلني يا جابر انا. حضرتك تعالي يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. امسك بقى. انا ماسك يا فندم على الاقل مهلك. اثبت. انا ثابت يا فندم على الاقل مهلك. على الاقل مهلك. اتفضل يا هنا. انت اتفضل. الباب قفلته يا فندم. قفلته. شطور ايه؟ الله يخليك يا فندم. مش عادل بقى. انا ماشي يا فندم تحت امرك. اتفضل. على مهلك يا فندم. خلي بالك خلي بالك. انت ماسك نفسك؟ انا ماسك نفسك. خلي بالك بس. برافو عليك، انت عارف ان انت زي السند. طبعا يا فندم طبعا. ربنا كده بيجيب لنا سند. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. هات المفتاح يا فندم. مفتاح يا فندم. لا برافو شطور. اتفضل يا فندم. اتفضل على الاقل من اهلك. هات المفتاح. اتفضل المفتاح. واقفل باب المفتاح. ها تصبح على خير شطوره. وامسك نفسي. هي العيلة دي جرى فيها ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
ادخل. ازيك يا هشام؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ انا كويسه قوي، بس مستنيه توفي بوعدك ليا. وعد ايه؟ مش فاهم حاجه. وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما انا امبارح سهرتك مع حبيبه القلب ووديتكوا الاوتيل وانت قعدت تاكل ودنها. اولا مفيش حاجه حصلت امبارح، ثانيا هي اللي طلبت تخرج معايا. فايه بقى؟ يعني ايه قصدك؟ ان انا ما بعملش مجهود في الحوار ده؟ امال مين اللي قاعد بيزن طول الوقت؟ هشام هشام، مش انا يا ست انت. بس لغايه دلوقتي مفيش نتائج. طب هو الفيلم شغال، خلينا ادخل اصور وكده كده انا تحت ايديك وهعمل كل اللي انت عاوزه. اوكي، هو انا كنت وعدك بدون نور صح؟ اه. طب بصي بقى يا ستي، نور دي قدامها مثلا اسبوعين 10 ايام عشان تتصور، فانا عايزك بقى تركزي في اللي احنا اتفقنا عليه ومالكيش دعوه بالباقي. انا هخلص لك الموضوع ده، هخليكي بطله. اتفقنا؟ يعني اكيد خلاص الدور ليا ده وعد؟ طبعا وعد، بس انا بقى عايزك تركزي معايا. انت عارفه ان مدخل الستات ودانها، عايزك تاكلي ودانها عنها وتفهميها ان هشام الجمال ده هو مستقبلها، هو اللي هيعوضها عن كل حاجه وحشه حصلت لها في حياتها. فهمتي؟ اه يا هشام، بس في حاجات انت اللي لازم تساعدني. يعني مثلا انا عرفت ان هانيا بتحب الورود، معناها ان هي ست رومانسيه، فانا عايزاك تعمل كده كم لقطه من لقطاتك، انت مخرج وشاطر. بعدين في حاجه تانية، انت لازم تصلح علاقتك مع عمر ولبنى، هي بتحبهم قوي وبتثق فيهم جدا. هو ده بقى الكلام يا بيبي، ده التركيز. عمر ولبنى ما تقلقيش منهم، انا هظبط امري معاهم، والورد اعتبريه موجود حالا. هانيا 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 اصحي. ازيك يا لونا؟ عارفة الساعة كام؟ الساعة كام؟ أربعة. أربعة ايه؟ أربعة الظهر. ياه، انت كتير قوي. ومين اللي هي راح المدرسة؟ جينا ودتهم، راحوا ورجعوا واتغدوا. طب كويس. يا نهار ابيض، تصوري نمت بالعدسات دي لزقت. هو انت مالك مكشره في وشي كده ليه؟ هو انت مش واخده بالك انت نايمه بايه ولا ايه؟ لبس امبارح اللي كنت لابسه بالليل، وفول ميك اب واكسسوارز وعدسات. انا جيت اتقلبت نمت فجاه كده، والله ما حسيت بنفسي. طب يا حبيبتي معلش، فوقي وخدي دش وتعالي عشان نقعد نتكلم مع بعض شويه. هاني يا حبيبتي ما تنسيش تقلعي العدسات عشان بتلزق. كانت امك؟ واو، شي از سو كول. انت عبيط يا ابني؟ ليه بس؟ ما هي بتخرج زي ما انت بتخرجي. على فكرة أنا أمي كده دايما أوتينجز، بتسهر وبتنزل وكله عادي قشطة. وأنت كمان على فكرة لازم تخلي الموضوع ده عندك عادي. بعدين أنت في مصلحتنا إنها تنزل وتخرج عشان إحنا كمان نعرف نعمل كده براحتنا ولا إيه؟ وإيه كمان؟ وبس؟ هانيا، أنت لما قلتيلي إن أنت عايزة تبتدي صفحة جديدة وإنك عايزة تحققي اللي معرفتيش تعمليه زمان، انا كنت جنبك وشجعتك. بس انت ضحكتي عليا بقى، لاني ما قلتليش وقتها ان من ضمن الحاجات اللي انت عايزه ترجعيها انك يبقى عادي جدا بتسهري وترجعي بيتك وش الفجر وانت سكرانه وشاربه. وبعدين تعالي هنا، مين الناس اللي انت بتخرجي معاهم دول؟ وكمان هشام ده ايه التركيبه الزفت دي؟ يعني انا غلطانه؟ انا قلتلك انت كمان كنت عايزه تخبي عليا. تاخدي سجاره؟ مش عايزه. طب بصي بقى يا لونا، عشان انا حاسه ان انت مكبره الموضوع. انا اكيد واحده مش صغيره وما بعملش حاجه غير لما اكون عارفه اولها من اخرها، وانا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي. عارفه اني مستغرباكي قوي عشان انت اللي كنتي دايما بتنصحيني
انت اللي كنتي بتقولي لي ايه هو الصح وايه الغلط، فمش سهل عليا ابدا ان انا دلوقتي قاعده وانا اللي بعمل الدور ده. بصراحه مستكبراها على نفسي. هانيا انا خايفه، انا قلقانه قوي على الولاد. ممكن اسالك سؤال؟ انت حاسه ان ولادك كويسين؟ يعني حاسه ان كل حاجه ماشيه تمام؟ اكيد طبعا. لما انت جيتي وشفتي بنفسك انا بيجي طول عمره في نظام. انا يمكن النهارده اتاخرت في النوم بس عادي، بتحصل على فكره حتى لو ما كنت سهرانه امبارح. وبعدين جينا صحت الولاد، فطرتهم، وديتهم المدرسه، ورجعوا من المدرسه واتغدوا وكل حاجه ماشيه زي مش ده؟ مش دي الام؟ مش ان الولاد ينزلوا يروحوا المدرسه او يرجعوا فيتغدوا؟ مش دي الام؟ هانيا ولادك ابوهم مات بس هم عارفين ده، فما تخليهمش يحسوا ان هم فقدوا امهم، فاهماني؟ انا علاقتي بولادي زي الفل، ما فيهاش اي مشاكل. بصي يا لوبي، لو انت قلقانه عليا من خروجاتي الكتير وخايفه لاكون بعمل حاجه غلط، ما تيجي معايا يا ستي. وبعدين انا قلت لك كتير تعالي معايا، انت اللي ما بتطلبيش. لا ما هو الزفت يارا اللي انت بتخرجي معاها دي انا ما بتنزليش من زور، ماليش فيها خالص. وهشام ما كانش ليا فيها عشان اخرج معاه دلوقتي. انا اموت وافهم انت ازاي طايقه علاقتك بيه. بصي يا لوبي، انا من ساعه ما فوقت من المقلب اللي انا خدته وقررت ان انا ادور على اقصر طريق عشان اخد اللي انا عايزاه. عظيم. وايه بقى اللي انت عايزاه؟ امس. مش ده اللي انا كان نفسي فيه؟ مش ده حلمي؟ وهشام الجمال هو اللي هيحقق اللي انت كان نفسك فيه وهيحقق حلم. طبعا انت هبله. وانا دلوقتي يعني هدخل في مجال معرفش فيه حد عشان انا اعرفه، وبعدين احنا كبرنا بقى عشان نقعد نتنطط من هنا لهنا. غير كده انت عارفه كويس قوي ان هشام دلوقتي يعتبر احسن مخرج موجود وكل الناس بتتمنى انها تشتغل معاه. اقوم انا اضيع الفرصه؟ لا ازاي. فلوفر فور يو مدام. اوكي جينا بوت ات هير. شايفه بقى حياه الفنانين؟ واحد كده يقوم على الصبح يلاقي ورد، وطبعا انا مش صاحيه الصبح. جود مورنينج سانشاين. مين؟ هشام الجمال؟ طبعا. لهوي على جون الواد ده يا بنتي، خافي منه، الواد ده مش سهل. هشام الجمال مش سهل. خير يا فنان؟ قول لي. اقول لك ايه؟ ايه اللي تقول لي ايه؟ كلمتني وقلت لي عايزك، قلت لك انا في الشغل، قعدت تلف وتحرب لحد ما جبتني. في ايه؟ بص بقى، لسه مخلص شغل، بعدين قعدت افكر كده لقيت ان احنا مش مظبوطين مع بعض من ساعه موت محمد الله يرحمه، كاني السبب في موته، مع اني انا بحبك انت عارف، ويصعب عليا ان احنا نبقى بالشكل ده. يا حنين، ايه ده الحنيه اللي نزلت عليك دي؟ نسيت كلامك؟ ظابط مش ظابط ما يهمنيش. ايه راح فين زمن الشقاوه يا اتش؟ يا عمر ما بقاش قلبك اسود كده، انت حبيبي وانت عارف. بعدين بصراحه انت كنت شايل نفسك عليا قوي بسبب موت صاحبك ده، مع اني من الاول كنت محذرك منه. لا وانت لماح، يعني انت عايز تفهمني انك جاي دلوقتي عشان تصلح علاقتنا ببعض. ما تبقاش هشام الجمال اللي انا اعرفه، انت ولا فارق معاك، في حاجه تانية انت عايزها. طب والله العظيم انا بحبك يا عمر وبعتبرك اخويا الكبير، وصدقني مش هتندم لو وقفت جنبي. ايوه وقفت جنبك ازاي بقى؟ بصراحة أنا نفسي أتجوز هنا، والله أخليها أسعد واحدة في الدنيا. بص يا هشام، بعيد عن أي حاجة، أنا لو ليا أخت لا يمكن هجوزها لك، وهاني يا أختي. يعني إيه يا باشا؟ أنا هشام الجمال، وأي واحدة ست تتمنى ترتبط بيا، ولا أنت مش واخد بالك؟ لا لا لا، واخد بالي، واخد بالي إنها عدت معاك قوي ولازم تتعالج بأسرع ما يمكن. بقول لك إيه، دي غلطتي ان انا كبرتك وجيت اخد رايك، معلش محدش بيتعلم بالسهل.
مامي مامي دينا دينا مامي دينا مامي دينا. ايه ده؟ في ايه يا عمر مالك؟ مالي ايه؟ احنا ازاي سكتنا على هانيا لغايه ما وصلت للحاله دي؟ انا اللي كنت عمال اقول لك خديها وخرجيها وانزلي معاها. معلش هانيا اليومين دول بتمر بحاله مش طبيعيه. من واحده بتحب راجل وبتعشقه وبتموت في التراب اللي بيمشي عليه لواحده عايزه تنتقم منه واللي اسمه هشام ده محاصرها هو والنيله دي اللي اسمها يار عاملين شبه العصابه. بقول لك ايه؟ انا هاخدك بكره وننزل نتكلم معاها على الاقل تكون فاقت. يعني عايشه حياتها ولا في دماغها؟ مستفزه قوي اللي اسمها هانيا دي. وانت عايزه منها ايه؟ ما خلاص اللي كنتوا بتتخانقوا عليه ما بقاش موجود. ما انت مش عارفه حاجه، انا بكرهش في حياتي قد الست دي. لا انا عارفه، انا اللي حارق دمي ان هي نسيته بالسهوله دي ومقضيها مع الزفت ده اللي اسمه هشام. يا حبيبتي، واحدة وعرفت ان جوزها كان بيخونها، هتعمل ايه؟ تفضل تعيط عليه؟ ما هو الطبيعي انها تحاول تخرج نفسها من ده. يا سلام، وقدرت تنساه بالسهولة دي وتخرج مع خطيبها القديم تاني يوم الأربعين بتاعه؟ لا دي جبروت بقى. بس أنا مش فاهمة، هو بابا ليه سكت على الموضوع ده؟ بابا مين؟ بابا محمد. وانا ازاي كنت ناسي الراجل ده؟ شكرا. هاي يا عمر، ايه الموضوع اللي انت كنت جاي تكلمني فيه؟ عايز تتكلم انت ولا تحب اتكلم انا؟ انا ما عنديش شك في ذكائك، متاكد انك عارفه انا جاي اتكلم فيه. بصراحه انا مش راضي عن اللي بيحصل ده. اللي هو ايه بقى اللي بيحصل؟ خروج والسهر والشرب والرجوع وش الفجر كل يوم تقريبا. مش راضي عن انك تقعدي قدامي مهزوزه كده، ومش راضي عن علاقتك بهشام، ومش راضي عن استنى لحسن الزهر، انت مش راضي عن حاجات كتير. بس كنت راضي لما صاحبك كان بيخون مراته وانا كنت بقعد استناه زي الهبله. اه صحيح، انا نسيت انك راجل زيي، يعني مفيش مشكله. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش صح. نعم الكلام ده صح، انت طبعا ما عندكش مشكله ان واحد صاحبك يعرف واحده على مراته، عادي ما كل الرجاله بتعمل كده. لكن انا بقى لما اعرف بعد وفاه واجي اعيش حياتي، ايه ده؟ لا ما يصحش، عيب اللي انت بتعمليه. ايه بقى اللي كان مطلوب؟ حضرتك كنت طالب مني ان انا اقعد اعيط ويا ريت انتحر وافضل طول الليل والنهار افتكره واقول يا انا خسرت راجل كان عظيم كان بيخوني، مش كده؟ هو ده اللي انت كنت عايزه عشان تكون راضي؟ هانيا انا اعرفك قبل هشام وقبل محمد وقبل مراتي حتى، وبعتبرك اختي. مش عاجبني اللي انت عاملاه في نفسك في ولادك ده. ما تقوليش ان اللي حاصل ده مش مأثر على ولادك. وكمان خلي بالك سياده اللواء عز لو عارف الكلام ده مش هيبقى راضي ومش هيسكت. ان شاء الله انا ما سكت، ما يهمنيش انا، ما حدش هيجي يعلمني يا ربي ولادي ازاي. طبعا ما حدش فيكم حاسس باللي انا مريت بيه. حد فيكم اتخان؟ حد فيكم حاسس بالمراره اللي انا حسيت بيها؟ لا طبعا، طعم المراره اللي انا حسيته من واحد كنت بحبه عشت مع حياتي كلها، كنت قاعده تحت رجليه وتحت رجل ولاده. ما حدش حاسس، بس كل واحد فيكم كل شويه يجي يرمي عليا كلام. هو ده اللي انتوا عارفينه بس. وانتوا فيكم ايه؟ في ان انا ما كنتش عايزه اجي المشوار ده عشان عارفه ان انت هتردي علينا الردود دي، بس عمر قال لي لازم يجي علشان احنا بنحبك وخايفين عليكي. هانيا اللي حصل مع محمد مش لازم ولادك هم اللي يدفعوا ثمنه. برضه ما حدش له دعوه. ويا ريت نخرج موضوع ولادي، وانا كمان خرجوني من الموضوع. شيلوني من دماغكم خالص. خلاص خلاص. احنا اسفين. بس في حاجة أخيرة عايزك تعرفيها، أنا عمري ما عرفت إن محمد ماشي مع واحدة غيرك. محمد كان شخص كتوم. أنا اتفاجئت زيك بالظبط. للأسف متأخر قوي. والكلام ده ما بيبقاش فارق معايا. خلاص. إحنا غلطانين يا هانيا. وآسفين جدا إن إحنا أزعجناكي. بس لازم تعرفي إن أنتِ كمان غلطانة. في حياتك قبل ما تبقي غلطانة مع الناس. يلا. صباح الخير.
صباح النور. تسمح لي اقعد اتكلم مع حضرتك كلمتين؟ اتفضلي. مين حضرتك؟ انا ليلى المغربي. تخيلي حضرتك سمعت الاسم ده قبل كده. حقيقة مش فاكر، يمكن الاسم مر عليا بس مش فاكر. خير؟ انا ومحمد كنا مرتبطين ببعض وكنا بنحضر للجواز. هو انت اظن جايه تقولي لي ان انت حامل منه مثلا، مش كده؟ لا طبعا، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا جايه الفت انتباه حضرتك لحاجه مهمه جدا. اللي هي انا عارفه قد ايه محمد كان بيحب ولاده، كان اب مثالي، اغلى حاجه عنده في الدنيا هي كريم ودينا. بس للاسف مامتهم دلوقتي مهملاهم، كل يوم سهر وسكر، روح البيت في وش الصبح. انا مش عارفه حضرتك ساكت على كل ده ازاي، بس انا للاسف ما عنديش سلطه ان انا اتصرف في اي حاجه، فعشان كده اضطريت الجا لحضرتك. خد ال 200 جنيه دول يا عامر. ليه ادينا كل ده؟ ده كتير قوي والله. عادي يعني. عادي؟ لا مش عادي. بص بقى، انا عايزه ولاءك كله يبقى ليا انا، مش لاقي حد تاني. واي حاجه تحصل مش عايزه اي حد يعرف عنها اي حاجه، سواء بقى انت شايف الحاجه دي صح غلط مالكش دعوه، وانا هظبطك. قشطه قشطه. ده انت بنتي. انت كده حبيبي. ايه يا تامر انت فين؟ جينا جينا. يس مدام. سمال ذس. شنطتك دي لازم تتوضى بكل يوم. You have to clean it every day. Do you understand? Yes. ما بياكلش سندوتشاته؟ فين دينا؟ She's not here. هي نزلت. امشي خدي دي نظفيها. انت فين يا دينا؟ درس ايه وزفت ايه؟ وليه ما استأذنتيش قبل ما تنزلي؟ حتى لو مش موجوده تتصلي بيا برضو تستأذنيني، تخلصي الدرس وترجعي على البيت على طول. انت فاهمه؟ عامر ممكن تنزل؟ انزل؟ تنزل. في ايه؟ عندك حق، ما انا لسه واخد 200 جنيه، يعني لو عايزانا نقعد جنب تامر ممكن اعمل كده. شكرا. عفوا يا اخي. ادينا بقينا لوحدين. ايه بقى؟ Kiss me first. Never like ever. ليه بس؟ كده. انت عايز ايه بقى؟ بصي بقى، انا بحبك. المفروض انت كمان ولا ايه؟ Sure ولا ايه؟ طيب، في حاجات بتحصل بين اي اتنين بيحبوا بعض. الحاجات دي مش بتحصل ما بيننا يا دينا. I think انه it's time. بس انا ما اقدرش اعمل كده. خايفه من مين ومن ايه؟ No one will see us. بس ربنا شايفنا. صح، بس احنا ممكن نتجوز عرفي وبس. And that's it. يعني انت مش زعلانه يا لبنى؟ معلش يا حبيبتي، والله انا عندي ضغوط وعندي مشاكل كتير قوي اليومين اللي فاتوا دول، نفسيتي زي الزفت. طب لو عايز تثبتي ان انت مش زعلانه مني، انت او عمر، عشان خاطر لازم اشوفك النهارده او بكتير بكره براحتك يعني. ماشي يا حبيبتي. اوكي يا حبيبتي، يلا باي باي. صباح الخير يا ماما. كويس انك صاحيه بدري. يعني ايه كويس انك صاحيه بدري؟ يعني بقى عادي قوي انك ترجعي وش الصبح وتنامي بعد العصر. استغفر الله العظيم يا رب. هو انت ايه؟ فاضي اليومين دول بتسلي فيا؟ والنبي بطلي الاسطوانه بتاعت كل يوم دي عشان انا اتخنقت. وانتوا كلكم فيكوا ايه؟ مش فاهمه. نعم يا اختي، ايه كلكوا دي؟ ما تجمعنيش بحد. انا امك وشايفه الغلط اللي انت بتحبي بيه ده. هو ايه بالظبط؟ هو انا ما اعرفش اربيك يا بنت انت؟ اولا انا صغيره عشان تيجي تقولي انك تربيني او ما تربينيش او تعلميني الصح من الغلط. كبرت بقى على الكلام ده
وانا اصلا ما بعملش حاجه غلط. وبعدين كنت فين بقى لما انا كنت قاعده تحت رجل ولادي وجوزي؟ ما قلتيش بقى بنتي اهي وانا مربياها ليه؟ اديكي قلتيها بلساني كنتي، انما دلوقتي انت مش دارين انت بتهببي ايه. انا عارفه كويس انا بعمل ايه وما بعملش حاجه غلط، ومحدش يقدر يثبت اني بعمل حاجه غلط. هانيا هانيا، ايه يا عز بيه؟ خير؟ في ايه؟ مش خير ابدا، شر يا هانم. الشر اللي انت بتعمليه يا هانيا. انا عايز اقول لك، عايزه تعاقبي انسان ميت في تربته؟ انت حره سذاجه وعبط ماليش فيه، انما في نفس الوقت هضيع احفادي في السكه؟ ده اللي لا يمكن يحصل ابدا. اسمعي يا هانيا، انا احفادي هاخدهم وهيعيشوا معايا في بيتي لانك ام غير امينه عليهم. انا ما اسمحلكش بالكلام ده. هي مين دي اللي ست مش امينه؟ حط في بالك ان انا مفيش حد يقدر يمس شعره من ولادي. ولادك دول احفادي يا هانم، وانت غير امين عليهم، وانا اقدر اثبت الكلام ده كويس قوي. ولا حتى والدتك تقدر تاخدهم، ولو خدتهم تبقى بتتستر عليك. لو سمحت يا عز بيه، انا ما اسمحلكش تتكلم بالطريقه دي. ليه؟ خليك تكلم براحتك ونشوف النسب. هاي يا عز بيه، حضرتك يا ست اللواء تحب تطلعنا ايه كمان؟ بريئه انت بقى كده، مظلومه، وانا الظالم المفتري. انا ممكن اثبت لك يا هانم ان انت مش امينه على اولادك. انت عارفه انا جاي منين دلوقتي؟ لا والله ما اعرفش حد جاي منين. من مدرسه ابنك حفيدي. وايه اللي وداك مدرسه كده؟ لان يا هانم بيبعتوا لك بقالهم اسبوع جوابات مع كريم، وانت ولا انت هنا، وفي الاخر اتصلوا بيكي بس الهانم ما بتردش، نايمه في العسل. الكلام ده مش صحيح. انا كريم معايا كل يوم، ما عندوش مشاكل في المدرسه. عرفتي ليه يا هانم بقول ان انت نايمه في العسل؟ لان كريم مدرسينه شايفينه انه محطم نفسيا، ما بيذاكرش دروسه، ما بيعملش واجباته، بيتخانق مع زمايله بدون سبب، حتى الكوره اللي كان بيحبها بطل يلعبها. عرفتي ليه بقى انت ام مش مسؤوله؟ عشان كده هم بعتوا كلموني. بس انا فعلا ما حدش اتصل بيا، انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. اه بس انا اعرف. بص يا هانيه، احفادي هاخدهم بالذوق بالعافيه بالقانون هاخدهم. جدو يا حبايبي تعالوا. جدو اميسي. اميسي تو يا حبيبي. هاي دودو، ازيك؟ الحمد لله. في ايه؟ زعقوا ليه؟ جينا اخويا كريم وطلع على الاوضه فوق. لا انا عايز اقعد مع جدو. اطلع فوق يا كريم دلوقتي. يلا يا دينا. هنقعد يا حبيبي. خلي جينا تحضر له الغدا. عز بيه، لو كل اللي بتعمله ده علشان المدرسة كلمت حضرتك، فده ما يدكش الحق أبدا إنك تتجاوز حدودك معانا. كل الحكاية إن هانيا كانت تعبانة اليومين اللي فاتوا، وكريم ما قالهاش أي حاجة. مش معنى كده إنها نايمة على ودانها، وإننا غير أمناء على الأولاد. وبعدين يا عز بيه، إحنا ولاد أصول، يعني ما يصحش أبدا أسمع منك كلام زي ده. ولاد أصول؟ هما ولاد الأصول يا هانم، يسهروا يسكروا ويرجعوا بيتهم وش الصبح؟ هما دول ولاد الأصول من وجهة نظرك؟ لو سمحت يا عز بيه، أنا بنتي ما بتعملش كده أبداً. ثانية واحدة يا ماما لو سمحت. أولاً أنا مش هسمح لك بأي إهانة وتجريح في البيت ده. أنت مش رقيب عليا ولا على ولادي، ولا هتعلمني الأدب، ولا هتعلمني أربيهم إزاي. لو أنت عايز تاخد الولاد ده على جثتي مش هيحصل. ما بقى لو عايز تاخدهم بالقانون معاك ربنا لو قدرت، بس حط في بالك ان من هنا لغايه ما تاخد حقك قانونا ده مالكش دعوه بيا خالص، وما تتدخلش بيني وبين ولادي. عارف ليه؟ لان هم لسه في حضانتي. لازم تعرفي كويس قوي ان اعرف احافظ على احفادي وعلى سمعتهم. وخدي بالك من حاجه يا هانيه، ان انا عيني هتبقى عليكي، وهتدخل في الوقت المناسب، وهعمل اللي مش هيخطر لك على بال. هعمل اللي يحافظ على اسم محمد عز الدين. مفهوم؟ سلام يا باشا. رعاية الله مع الباشا، رعاية الله. هو ماله سيادة اللواء طالع متعفرت كده ليه؟ وانت مالك يا اخي؟ انت حشر ليه؟ بطل راجي بقى. انت مفيش كلمة بتنزل لك مني كله واقف هنا؟ استغفر الله العظيم. هنشوف مين تاني على الصبح. اتفضل يا سيدي، ام العيال على الصبح. إيه عايزه وعايزه اروح وعايزه اجي ووديني وهاتني. ايه يا حبيبه قلبي؟
لسه برضه سخنه تاني؟ طب اسمعي بقى، اطلعي على مستشفى الحميات على طول. طب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه في الشغل؟ يا بنتي في الشغل والله. ابقي طمنيني والنبي. وفي ايه؟ انت مالك؟ ما انت لسه قايل لي من شويه انت مالك. دينا! دينا! ممكن تفهميني ايه ده؟ ايه يا مامي صورتي انا واصحابي؟ والله؟ ميرسي قوي على المعلومة. أنا بتكلم على المكان اللي أنت متصورة فيه. من إمتى يا هانم بتروحي أماكن زي دي فيها سكر ومسخرة وشرب وناس سكرانة؟ وأنت جننتي؟ أنا بصراحة مش عارفة حضرتك متنرفزة ليه؟ حضرتك شايفة إن هي فيها حاجة غلط؟ لا ابدا مفيش حاجه غلط. ازاي واحده في سنك بتروح اماكن زي دي؟ انت شايفه نفسك محترمه؟ محترمه. طب هاتي كده بس ثانيه. كايروزوم حلو قوي، تعالي ننزل تحت بقى شويه. مين دي؟ مش دي انتي؟ سوري مش دي حضرتك؟ قولي لي بقى ازاي واحده في سنك جوزها لسه ميت تكون في اماكن زي دي؟ لا وايه؟ صحابي الولاد يجوا يوروني صورك ويقولوا لي اوه مامتك مهده. انتي بقى شايفه نفسك كده ام محترمه؟ انا هعرف اربيكي. هاتي. ها وصلت دينا؟ اه وصلتها فين؟ وصلتها مطرح ما وصلتها بقى يا عم جابر. ايه يا ابني مالك؟ مالك وشك مخطوف كده ليه؟ مفيش. لا في حاجة، اوعى تكون زعلان من ساعة الصبح. قول يا ابني، فضفض، قول اللي جواك. بنتي تعبانة شوية. ألف سلام عليها، مالها؟ تعبانة من إيه؟ مرضانة بقالها كام يوم. والدكاترة لا عارفين السخونة سببها إيه، ولا عارفين ينزلوا درجة حرارتها. ومراتي خدتها وراحت الحميات. الدكاترة قالوا لها احتمال يكون في فيروس في المخ. أنا خايف عليها أوي يا عم جابر. ما تخافش يا ابني ما تخافش. لا إله إلا الله. هو إيه اللي بيحصل في بيتك ده؟ بنتك عيانة وابنك بيتجبس ومراتك كل شوية عند الدكتور. أوعى تكون يا ابني بتكذب ربنا في حاجة أو بتدخل قرش حرام على بيتك. حرام يا عم جابر؟ راجل سواه على باب الله. هأكلهم منين حرام يعني؟ والله بقى أنت أدرى بنفسك. الدنيا دي يا ابني هات وخد، داين تدان. وبعدين بقى انا بصراحه قلبي مش مرتاح لك، واللي بيحصل في بيتك ده ليه سبب وحكمه. جايز تكون قرصه ودن او اشاره من ربنا بيقول لك فوق فوق والحق نفسك. ربنا يمهل ولا يهمل. وبعدين لو في شر لحد في قلبك هيتردلك، وهيتردلك في اقرب الناس ليك. ومين بقى اقرب الناس ليك غير ولادك؟ ايه يا ابني بتعيط ليه مالك؟ في ايه يا ابني مالك؟ في كتير يا عم جاب. قول يا ابني مالك؟ قول. اتكلم يا عم جاب. اتكلم. اتكلم واقول كل حاجه. قول. والنبي يا رب، والنبي يا رب ما توجع بنتي بذنبي يا رب وبوسختي. اتكلم واقول كل حاجه، بس هقول لمدام هانية كل حاجه. اتكلم واقول كل حاجه. اتكلم. طب ايه يا دينا؟ مش هنتجوز بقى ولا ايه؟ هنتجوز ايه يا عم؟ انا عارفه انك بتشتغلني عشان ادخل معاك جوه فيكس الحوار ده. طب خلاص خش معايا جوه من دلوقتي من غير اي حوارات. لا طبعا مش هعمل. طيب خد علي. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. انت بتتكلم على بنتي انا يا مدام؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا لسه موصله عند واد صاحبها اسمه تامر واهله مش في البيت وخايف لا يعمل فيها اي حاجه. يا نهار اسود شريف الحقني، تعالى معايا. يلا يلا يا ولاد خدوني معاكم. خليك انت يا ماما خليك. شريف سو انت يا
ده مين ممكن يكون جه؟ مش عارف، خليني اطلع اشوف. هو ده. بنتي فين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا حيوان؟ بنتي فين؟ فين دينا يا تام؟ انت دينا فين؟ نزل ايدك يا عم. فين دينا؟ في الاوضه جوه. دي ولا فين؟ في الاوضه دي. دينا افتح يا دينا. بس يا افتح يا دينا افتح يا حاجه. لو اديتك مين ده؟ والله العظيم ما عملت. دينا عامل فيكي حاجه؟ لا لمست. والله لا، ده انا كنت قتلته. لما كنت جيت جنبها كنت موت، ما عملتش حاجه. نفسي اعرف حبت فيك ايه. اقعد يا عمر، قولي بقى كنت عايز تتكلم معايا فين؟ والله يا مدام انا عارف ان انتوا كنتوا عايشين عيشه كويسه قبل وفاه محمد بيها الله يرحمه. عم جابر حكى لي كل حاجه، بس دلوقتي الوضع اتغير. لا كريم هو كريم، والانسه دينا نبوس ايدينا وش وظهر ونحمد ربنا ان احنا وصلنا في الوقت المناسب. بس الوضع ما اتغيرش بسبب وفاه محمد بيه، لا الوضع اتغير من ساعه ما حضرتك لقيت التليفون وكنت شاكة ان هو بيخونك. تعرفت الكلام ده منين؟ يا مدام انا اعرف الاهم من الكلام ده. انا ما جيتش البيت صدفة. يعني ايه ما جيتش صدفة يا عامر؟ لا في حد بعتني الشركة وقال لي اني اروح اقدم نفسي على وظيفة سواق هناك. واستنيت محمد بيه وقابلته وعرفته ظروفي وقدمت له اوراقي. وقال لي حظك كويس، انا محتاج سواق في البيت. وجيت هنا اشتغلت. مش فاهم مين الحد ده؟ واحده ربنا ينتقم منها ويسامحها، اسمها ليلى. كانت بتأجر عربيات من شركه ليموزين وكانت بتطلبني انا بالاسم. وفي يوم كنت موصلها وبطلع لها شنط فوق وقالت لي ادخل انا عاوزاك. ودخلت. اقعد يا عمر عشان الموضوع هيطول. ما يطول، شرف للي جابوني. وأمورين خد خلي دول معاك كتير. والله بص يا عامر، انا عارفه ان ظروفك صعب يا باب، وان دخلك مش قد كده، وفي نفس الوقت انت معايا بقالك سنين وانا باثق فيك جدا وانا تحت امر. فانا هكلفك بمهمه لو عرفت تعملها يبقى اتفتحت لك طاقه القدر، والمهمه دي دخلها مش اقل من 6000 جنيه في الشهر مثلا. 6000 جنيه؟ أؤمريني. بص يا عامر، انا ليا حق عند ناس، هشغلك عندهم عشان تبقى عيني هناك عليهم، عشان انا باثق فيك يا عامر. تحت امرك. تنقل لي كل كبيره وصغيره عنهم، وكل ما المعلومه تكون مفيده ومهمه بالنسبه لي كل ما المعلوم كان كبير. ها يا عامر قلت ايه؟ انا تحت امرك. اما اشوف. بس ما لحقتش. محمد بيه توفى بسرعه، وانا ما عرفتش ايه اللي هيحصل معايا، وفجاه لقيتها بتكلمني وبتقول لي تعالى لي عاوزاك. خد يا عامر. لو عرفت تعمل المهمة دي ليك عندي مكافأة كبيرة قوي يا عم. تمام جدا، بقى في المكتب خلاص. يعني الموبايل اللي أنا لقيته ما كانش بتاع محمد؟ هي اديتني الموبايل وقالت لي حطه في المكتب بتاع محمد بيه، وأنا سمعت الكلام وعملت زي ما هي قالت لي، بس على ما أعتقد ده مش موبايل محمد بيه. وأنت حطيت الموبايل إزاي في المكتب؟ أنا وأنا جاي أطلب سلفة فجأة لقيت نفسي في البيت لوحدي. دخلت حطيت الموبايل في المكتب وخرجت بسرعة. أنت فاهم اللي أنت بتقوله ده معناه إيه؟ أنت فاهم اللي أنت عملته ده؟ عامل فيا إيه؟ تقدر تواجه ليلى بالكلام ده؟ ممكن أواجه أي حد. أنا من ساعة ما دخلت البيت ده وأنا جوايا غدر وخيانة، ما جيتش يوم لقدام. وقالتها عليا انا بس، جت عليا وعلى اهل بيتي وعلى بنتي. عشان كده مساعدة عاملاك عشان اكفر على اللي انا عملته. انا اسفه يا ماما.
تستاهل. انا اللي غلطانه، انا بجد اسفه. معلش يا حبيبتي، انسي كل حاجه. المهم ان انت رجعتي تاني في حضني. ممكن حضرتك تكلمينا عن دورك في الفيلم؟ دوري يا سيدي، بص انا مش عايزه احرق حاجات كتير، بس اكسكلوزيف ليك وللموقع بتاعك هقولك شويه حاجات. انا هعمل دور بنت غلبانه، اهلها هيجوزوها لحد كده كبير في السن وبس عشان معاه فلوس. هو في ايه؟ انت مستغرب ليه؟ عشان الدور صعب صح؟ لا، هي الشخصيه اللي حضرتك بتلعبيها دي اسمها نور. انت ايه اللي عرفها؟ بس اللي انا اعرفه ومتاكد منه كمان ان اللي بتعمل الشخصيه ديت الفنانه منى نصار. لا، انا اللي هعمل الدور ده. لا انت اكيد غلطان. لا يا فندم، لحظه واحده اكد لك. الو، ازيك يا فنانه؟ الحمد لله تمام. من فضلك ممكن سؤال سريع كده؟ اتفضل. هي الشخصيه اللي انت بتلعبيها اسمها ايه؟ نور. نور دي تقرب ايه للبطل بقى؟ اخته. ايه يا ابني انت نسيت؟ اشحال حضرت التصوير ده، انا قربت اخلص. لا معلش بقى، انت عارفه دوشه الشغل بقى. طيب هكلمك كمان شويه يا فنانه، يلا باي باي يا قمر. تكتي رول ادخل كلاك. 23 واحد اول مره. عايزه ايه؟ معايا راضي جت بره. جاي تعمل ايه دي؟ خليها تغور في 60 داهيه. مش هينفع، دي عامله زي المجانين وحالتها مش طبيعيه خالص. طب بقول لك ايه، ثبتيها وانا هاخد المشهد ده وجاي وراكي. انا بقول لكم عايزه اشوفه حالا، مش بعد ساعه ومش بعد نص ساعه ومش بعد خمس دقايق، انا عايزه اشوف هشام الجمال حالا. جسمة. كت! بقول لك ايه؟ ركب عدسه 50 لغايه ما اجي. عايزه اشوف هشام الجمال دلوقتي حالا. اقفلي بقك. اقفلي بقك برضه؟ هي دي طريقه اتكلم بيها بطله الفيلم الجديد بتاعك؟ بطله مين يا بت انت؟ انت مين عشان تشتغلي معايا؟ انت حته كومبارس، انت فاشله. فاشله؟ طب لو انا ممثله فاشله زي ما انت بتقول، ازاي كنت هقدر اكون صاحبه هانيا الانتيم؟ وازاي هخليها تثق فيا وانقل لك كل اخبارها زي ما انت طلبت مني؟ خلاص احسن لك. ولا هتعمل ايه؟ هتجيب بطله تانيه عشان تعمل الدور غيري؟ ما انت اوريدي عملت كده. اقسم بالله هشام افضحك، انت والزفته اللي اسمها ليلى دي. انتوا واقفين تتفرجوا على ايه؟ يلا فركش. معقول يا هانيا؟ انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده. ولا انا مش عارفه اصدق مين ولا اثق بمين. المجنونه دي لازم تتحاسب، وعامر ده انا هرميه بايدي في السجن. لا يا عمر بلاش عامر، بالعكس يا جماعه انا حاسه ان عامر ضميره صحي وحكالي على كل حاجه. وبعدين ما تنساش ان عامر ده هو اللي انقذ بنتي المصيبه كانت هتقعد فيها. عشان خاطري بلاش عامر. طب قولي لي هاني هتعملي ايه دلوقتي؟ والله ما عارفه، مش عارفه، مش عارفه. انا عايزه اروح لليلى. عايزه اروح لها، عايزه اعرف هي عملت كده ليه؟ جابت الحاجات اللي هي تعرفها دي منين؟ انتوا فاهمين يعني ايه انا صدقتها ان جوزي كان بيخوني؟ يا بنتي مالك في ايه؟ وانت طبعا كنت عارفه كل حاجه، وقاعده انت وصاحبك هشام بتضحكوا عليا من ورا ظهري مش كده؟ اولا هشام ده مش صاحبي ومش بطيئه اساسا، ثانيا بقى في ايه مالك؟ يعني انت عايزه تقنعيني انك ما كنتيش عارفه ان هشام جايب ممثله تانية تعمل دور البطوله في فيلمه؟ ما الدنيا كلها عارفه الا انت طبعا. يعني انا الهبله الوحيده اللي مش عارفه اللي بيحصل حواليا؟ حاجه زي كده. بس انت عارفه برضه مين الهبله والعبيطه واللي مش فاهمه اللي بيحصل حواليها؟ هي اكيد مش انا، عشان انا بعرف دبه النمله اللي بتحصل حواليا. انا مش بتكلم عنك، انا بتكلم عن هانيا اللي فاكره ان جوزها كان بيخونها معاكي من كتر ما هو يا عيني بيموت فيكي، وهو اصلا ما كانش بيطيقك وما كانش عارف يتخلص منك ازاي. انا مش فاهمه انت عايزه توصلي لايه بالظبط. انا عايزه اقول لهانيا على كل حاجه عشان تفضلي انت العبيطه الوحيده اللي اتحوست براجل متجوز وما عرفتش تجر ناحيتها. قسما بقيت الليلة لو فتحتي بقك كفايه ما تعرفيش ايه اللي هيحصل لك. كفايه كفايه تهديدات انت وهشام عاملين نفسكم مافيا وانتوا اصلا ولا حاجه. بس فيها يا بت بتلمي نفسك؟ صوتك جايب اخر الشارع. ايه يا رفيقي، ما تعقلي كده عشان انا بتكلم. ولا انت ايه رايك؟
انا بقول كده برضو. ايه قالت اهي؟ حلو قوي. العصابه اتلمت اهو، الا لو كان في حد تاني بتشغله معاك وانا معرفوش. بقول لك يا يارا، ما تهدي كده عشان نعرف نتكلم بعقل. عقل ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ ولا انت خدت لك 5 دقايق فكرت وتاكدت ان انا هعرف اخربها على دماغكم انتوا الاثنين، وجاي تقول لي على دور ولا حاجه جديده وفاكرني هسكت؟ طب والله ما هسكت، وهقول كل حاجه لهانيا، هقول لها على كل حاجه عملتوها انتوا الاثنين، ازاي ضحكتوا عليها وخليتوها تشك في جوزها وتصدق خيانته. وعلى فكره اللي عملتوه ده اسمه نصب واحتيال، وعادي جدا تدخلوا السجن بسببه. لا لا لا، وانتي بقى الكيوت الطيبه اللي فينا، على فكره انتي اوسخ مننا وبكتير كمان، انتي بقيتي صاحبتها انتمتها ودخلتي بيتها ونقلتي كل اسرارها وسلمتيها للبيه، ولا نسيتي دي؟ طب وانا عايزه اصلح غلطتي وهروح اقول كل حاجه لهانيا. استني بس، راح فين جنجي؟ اهدي بس عشان نعرف. خلاص بقى شيل ايد. ايه ده؟ دي واقفه هنا من ايه؟ عايز تعرف سمعت قد ايه؟ لا طبعا عادي، يعني مفيش حاجه. طمن نفسك، انا سمعت كل حاجه، سمعت اللي يخليني اعرف قد ايه انت انسان واطي وحقير. فعلا محمد كان عنده حق يكرهك. هاني انا ما كدبتش عليكي، انا بحبك وعايز اتجوزك دلوقتي. اه فعلا، هو عمره ما كدب عليكي الا لما بعت ليلى عشان تخطف جوزك تخرب لك بيتك عشان يعرف هو يتجوزك، غير كده لا ما عملش حاجه. لا ما تصدقهاش، دي واحده مجنونه وبتخرف. لا هو كده بقى كله بيخرف. انيا بقولك ايه، انا افتكر ان كده الموضوع واضح جدا، استاذ هشام مهووس بيكي قوي، فيعمل ايه؟ يروح يجيب واحده مجنونه ومريضه زيه بالظبط علشان يوصل اللي هو عايزه. وايه اللي هو عاوزه؟ كل اللي عمله ده عشان يوصل لنا؟ ليه يا هشام؟ ليه؟ وصلت بيك الوساخة انك تنهش في لحم واحد ميت عشان توصل لي؟ اه بحبك، شفت بقى انت غالية عندي قد ايه؟ انت طايق نفسك ازاي؟ قادر تعيش بالشكل ده ازاي؟ اطمن نفسك، انا هعرف اصالح جوزي محمد اللي مات، وهعرف اعوض ولادي عن كل لحظه قضوها من غيري. لكن انت يا حبيبي هسيبك فوق حته تانيه خالص عند ربنا، انا واثقه ان هو هيجيب حقي وحقه منك. محمد كان بيحبني انا وعايز يتجوزني، لولا اللي حصل كان هيعلن ده للعالم كله، وانا اثبت لك ده بنفسي. انت تخلصي خالص، اسكتي، محدش يجيب سيره محمد، كفايه. انا خلاص، عامر حكالي على كل حاجة، لا انت ولا هو هتعرفوا تضحكوا عليا، كل اللي انتوا بتعملوه تعرف خلاص. ما في حاجة واحدة بس عايزة أعرفها، وأنت اللي هتقولها لي. الحكاية ابتدت إمتى؟ ابتدت إمتى يا هشام وزهي؟ بصي بقى لولا، أنا جاي أعمل معاكي دي الحلو. وإيه الدين الحلو ده بقى؟ أنت فاكرة لما كنا مرتبطين، كانت مشكلتي الحقيقية إن أنا دايماً بقارن بينك وبين واحدة أنا كنت بحبها، هانيا، أنت عارفاها. آه، عقدة المراهقة يا مراهق. يا متخلفة مش مراهقة، كانت خطيبتي. ما تنجز يا عم، عايزني أعمل لك إيه؟ مش فاهمة يعني. الصراحة أنا بحبها وعايز أتجوزها. طب ما تروح تتجوزها، وحد منعك؟ أصلها متجوزة وبتحب جوزها. ده تكون عايزني أقتل لك جوزها. بص يا بنت، لو عرفت تجيب رجل الراجل ده هحط تحت رجلك أي رقم أنت عايزاه. طيب أنت كده شجعتني إن إحنا ناخد كافي ونتكلم شوية. لا أنا آسف، أنا جاي هنا عندي ميتنج. إيه رأيك في المفاجأة دي؟ إيه ده؟ أنت لحقت تنساني ولا إيه؟ أنا ليلى. لا ما لحقتش الحقيقة، بس ما توقعتكيش. لا عايزاك تتوقعني كتير قوي الفترة اللي جاية. حلوة قوي الصورة دي. يا شيخ حرام عليكي، دي وحشة قوي. أنا كان عندي بروز في البيت رميته في الدولاب. لا بجد خسارة، دي حلوة قوي. ميرسي. هو انت متضايق ان انا واقفه معاك؟ لا مش موضوع متضايق، بس يعني مستغرب شويه. هي دي صدفه؟ القدر ما بيجمعش 2 صدفه من غير سبب. صح.
كل حاجه بتحصل في الدنيا ليها سبب. بص اللي انا هقوله لك ده يعني غريب شويه بس هي دي الحقيقه. محمد انا اعجبت بيك من اول ما شفتك، تقدر تقول كده حبيتك من اول ما عيني جت في عينيك. هي دي الحقيقه يعني، انت الايدول اللي كنت بدور عليه طول حياتي، تقدر تقول كده فارس احلامي. مش طالبه منك غير انك تدينا فرصه نقرب من بعض شويه. طب بص يا ليلى، اول حاجه انا راجل متجوز، تاني حاجه انا بحب مراتي جدا، ممكن اكون بحب مراتي اكتر ما بحب عيالي اصلا او زي بعض. اللي بتفكري فيه واللي في دماغك ده عمره ما هيحصل. وتحس كده ان هو راجل مختلف، هتحس كده ان هو عاقل وتقيل وشيك ورزين، ده كفايه اخلاصه لمراته. حلو يا لولا، باين عليكي حبتيه. وماله؟ بتحبيه؟ هو كده بقى لو جبت الراجل ده يبقى حب وفلوس، وتبقى عملتيها يا لولا، عملتي الصح. اوعى تتخض. ايه ده؟ ما تخافش يا ليلى، في ايه؟ انتي دخلتي عربيتي ازاي؟ ما فيش يا سيدي، قلت للسايس ان انا مراتك وعامله لك سربرايز واديته 100 جنيه ودخلني قعدني جوه العربيه. يا بنتي انتي مجنونه؟ هو انتي مراقباني ولا انتي عرفتي انا فين اصلا ازاي؟ انا مش مراقباك ولا حاجه، انا عارفه عنك كل حاجه اصلا. انت بتعملي ايه؟ استنى بس، عربيتك ضيقه كده ليه؟ عربيتي ضيقه ايه وبتاع ايه؟ بص بقى ما تحرجنيش اكتر من كده، يعني بجد انا مش عارفه، انا جوايا مشاعر كده مش عارفه احبسها، بتصرف تصرفات عارفه ان هي مجنونه. يعني انا هقول لك حاجه، مثلا انا قاعده في العربيه بقالي نص ساعه مش عارفه اخد نفسي حتى، شكلي اهبل صح؟ بصي يعني انا لحد دلوقتي مش عايز اتصرف تصرف يضايقك، ومش عايز اقول لك كلام قاسي، يعني مش عارف اعمل معاكي ايه، بس انا اللي انت بتعمليه ده مش هيوصل لحاجه، فاهمه؟ هو انا وحشه قوي كده في نظرك؟ يا ستي انتي احلى واحده في الدنيا، واي راجل في الدنيا هيتهبل عليكي وهيتمناكي، بس انا ظروفي مختلفه، فاهم حاجه ولا ايه؟ ما انت كويس اهو، امال مالك بقى؟ كويس. انتي بتعملي ايه؟ ايه حشيش؟ ما بتحبش الحشيش ولا ايه؟ يا نهار اسود. هو ده بيتك؟ يس. طيب اتفضلي. لا اطلع معايا شويه. اطلع معاكي فين؟ اطلع معاكي فين؟ ابوس ايدك، كفايه سجاره الحشيش شربتيها لي، انا ما شربتش من ساعه ما اتجوزت، وبعدين ايه موضوع الصوره اللي صورتيها لي دي؟ امسحيها لي لو سمحتي. لا دي بتاعتي انا وبس. انت بتعملي ايه؟ بحط لك رقم. رقم ايه؟ رقمي، رقمك اصلا معايا. معاكي. انا واثقه ان علاقتنا هتبتدي من النهارده. بدايه علاقتنا ايه ونهايه علاقتنا ايه؟ انت مجنونه يا بنتي، انت طلعتيلي منين؟ اتكلي على الله يا ماما. اتكلي على الله لو سمحتي، انا دايخ اصلا يا رب اعرف اروح. يلا اللي اتكلي على الله، ده انا بشحت منك ولا ايه؟ معلش انا اسف، اتفضلي. هستنى تليفونك. يلا اقف هناك بقى كده، اقف هناك وابصيلك الكوره. يلا محمد بيه. ايه يا جابر؟ في في واحده عايزه حضرتك بره. واحده مين؟ هي بتقول اسمها ليلى. اه طب اطلع قول لها نايم، ما تكترش معايا في الكلام. يلا حاضر. محمد انت جيت عشان تشوفني صح؟ انا وحشاك زي ما انت وحشني صح؟ زيلي ايدي. انت ازاي تجيلي عند بيتي؟ وعرفت عنواني ازاي؟ ما انت عاملي بلوك، اوصل لك ازاي يعني؟ تصرف زي ده كان ممكن يدمر لي حياتي. اوعي تكوني فاكره ان انا حياتي لما تتدمر حاجه ترمي في حضنك، بالعكس انا مش هيبقى ورايا اي حاجه في الدنيا دي غير ان انا ادمر لك حياتك. بس انا بحبك يا محمد. ليه مش قادر تحس بيا؟ ليه مش قادر تفهمني؟ وانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. بص يا ليلى، انا لحد دلوقتي مش عايز اتصرف تصرف يزعلك. انت بتعمل معايا انا كده؟ بعد كل اللي انا عملته علشانك؟ جاي تهددني ببيتي يا محمد؟ انا مش بهددك، انا بعقلك. وانا مجنونه يا محمد، والمجانين ما بتتعالجش. وانا ما عنديش كلام تاني اقوله. لو عايزه حياتي انا وانت ترجع ستيبل زي ما كانت، يبقى لازم تنفذي اللي بقولك عليه بالحرف الواحد. عشانك انت قبل ما يكون عشان انا، عشان احنا الاثنين. محمد مات خلاص، السكه قدامك مفتوحه. محمد الله يرحمه كان بيكرهني جدا زي ما انا بكرهه بالظبط. سبحان الله، القلوب عند بعضها.
وطبعا هانيا بعد ما مات هتعمل مخلصه ومش هتدخل في علاقه بعد موت محمد على طول، وخصوصا معايا انا لانه كان بيكرهني. الا اذا بقى عرفت ان محمد كان بيخونها وبيخونها مع واحده بيحبها كمان، ساعتها هتدخل حياتها كده. طب ايه هتخسري ايه بغير بقى ان انا هديكي فرصه تنتقمي من الست اللي عقدتك في حياتك وما ادتكيش فرصه انك تسمعي كلمه واحده حلوه من الراجل اللي انت حبيتيه. يا لولا دي شكتك في نصتك تناسيه تكلمه. دي اكتر ست انا بكرهها في الدنيا دي. وانا بقى ما بحبش في حياتي غيرها. يعني انت هتاخدي الفلوس وتنكدي عليها وانا هاخدها في حضني واطبطب عليها. دي الحلوه لولا حلوه. الفكره حلوه. سامحني، خفف عليا لان عمري ما هسامح نفسي. قد ايه نفسي اشوفك واخدك في حضني واعيط. انا غلطت كتير يا محمد، غلطت في حقك وحق ولادي وحق نفسي، بس والله كانوا اقوى مني، استغلوا ضعفي وقهرتي عليك وصدقته. انا بلوم نفسي طول الوقت وبدعي ربنا يغفر لي، لانه حتى لو كنت غلط ايه كان ذنب ولادي؟ لازم أكون أقوى من كده وأواجههم أكتر من كده. بس ربنا اداني فرصة تانية، كشف لي كل حاجة حتى التفاصيل الصغيرة اللي لعبوا بيها على دماغي، فسرتها لي يا رب. تتعبني أكتر وحسسني قد إيه أنا أجرمت في حقك، بس أنا واثقة إنك دلوقتي مرتاح، وأنا وعدك إني هرجع هانيا اللي أنت حبيتها، هرجع أم وزوجة لا حبت ولا هتحب غير جوزها. أشوفك قريب يا حبيبي.